فاني يا مريض افهمني لا. انت ما انت رايح هناك تطالعهم مجرد انت ترضى لو انك بتزوج واحدة وتطلع بعد كذا تطلع كيف يعني تستضيف قناة وفيها رجال وفيها طيب لو جتك استضافة ترضى ها ترضى ارضى ايش يعني مثلا تتزوج واحدة وتصير مثلا في قناة لبنانية وكلهم رجال هي اي لا ما يصير ما ترضى لا خلاص بعد اللي عندي ما ترضى طيب صح كلام خلاص حط نفسك محل اللي عندي الحمد لله ما متزوج مشكلة كبيرة جدا مشكلة والله كبيرة. والله اي شيء تبي تسوي حط نفسك محل الطرف الاخر وتعرف وش معنى الكلام اللي احنا قاعدين نقوله يعني غلط كلامي والله مو بغلط الا اكبر غلط كل شيء الا كشر القلوب وكل شيء الا يعني انت كانك تقول مره عمر لا 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 خطا كانك تقول مره فلان خطا 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 كنت بقول شيء لكن خطا المهم ما علينا عندك كنترول عالي كنترول قوي جدا جدا إيه؟ شو اسمه يا اخي انا ما ادري طب انت سالني سالتي قال ايه انت قاعد تقول وش سالتي ترضى بعد انك ايوه عكست السؤال ايوه جايب شوف ابو لا ما ارضى قبل لا والله بعلمك. ما ارضى بقول لك شيء قبل لا تسوي شيء ليه اذا كنت انت مثلا بعلمك اذا كنت انت مرتبط والله في تدري وش يوم كنت حاول انك دايم بعلمك تدري يوم كنت قبل انام ايش تخيل لا بس بعلمك بحاجه حاول انك تحط نفسك دايم مكان الطرف الاخر مكان الطرف الاخر شو بيكون احساسك شو بيكون رده فعلك لا قهر صح صح ولا لا مو قهر لا الغضب الموت الحمر الموت الحمر تموت هوي حسو لنفرض انه لا انا كنت اتخيل كذا اتخيل انه من كثر ما اوصل انا ملخبط افكارك ملخبطه مو ملخبط اقدر ارتبها لك يعني امنيتي حتى انا امنيتي في النجاح في الاعلام عاليه جدا قلت لك اني اوصل للبلاط الملكي توصل ليش مو باذن الله توصل ليش لا في كل شيء اتمنى الافضل تمام احقق لك امنيتك يا ربي حبيبي يا عبد المجيد خل بعلمك ان شاء الله ممكن ما تدري الواحد يسمعك ولا شيء عندك ماده ويشوف مقطعك ولا حاجه يقول جيبوا لي الادمي ذا ابيه عندي ان شاء الله باذن الله بس بتنساني ولا بتقول تعال معي لا والله ما انساك تراك حلفت والله ما انساك اقسم بالله تناديني ها لا والله العظيم اذا اقرا يا طويل العمر معي واحد ثاني والله ما انساك لكن مو ادق عليك ليه يا فا ايش تبغى؟ شوف الامور الثانيه خلها على جنب بس اهم شيء لا منك صرت في هذا طيب اطلع على المسرح واقول ما تجي لو بكره انا اللي يجي وانت اللي تقول بدون ما جيت تنساني؟ اسحب عليك حبيبي اخص عليك طيب اسمع بكمل لك اتخيل كذا قبل ما انام ان انا متزوج وان مرتي من كثر ما ان عندها عزه وهيبه لدخلت مكانه كلهم يوقفون واو زي اسمه ندري فيها صار يعني حريم فقاعه كبيره وكذا من 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 واو العظمة لكن بدون هياط بدون هياط يا سلام تعجبني جدا كلامك عجبني افكر زي كذا والله العظيم كلامك عجبني جدا هل تفكيري هذا صحيح والله صحيح بالعكس الرجل اللي عزه له ودي من عزه من العزه مره قاعد افكر اقول لو صارت مشكله انا تفكيري ترى يروح انا الله بلاني بالخيال الواسع عدي واخذها وش خيال واسع مرة أطير 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 أتخيل لو أنه صارت مشكلة بيني وبين مرتي لا بذكر الباب لا لا خله خلاص ينفقع خلاص خله لو صارت مشكلة بيني وبين مرتي تمام وصل الموضوع أنه ننفصل مرة أقول لك شيء بعلمك إذا أنك ما تحب فطبيعي اسمعني إذا وصل انفصال لكن إذا وصل طيب كيف أقول في نفسي والله العظيم إني لا أحاول قد يعني هذا لو صار قاعد أفكر لو صار وأنا أستغفر الله منه والله لا يجيب بس خيالي واسع اعذرني أنت خطبت ها أنت خطبت لا وراك متعلق فيه ما تعرف ما أعرف بس أنا أتخيل في كل شيء ترى ما هو بس في الزواج أتخيل في كل جوانب الحياة دقيقة خلنا أرصص نفسي
اني انا اذا جلست بسم الله ما شاء الله في النجاح في الـ في الـ في اي شيء ابغى ادخل ابغى انجح عرفت انت ناجح انت انت وانت ناجح ايضا لك شيء كان عبد المجيد نفال قبلك في قلب الله دخلت قلب عبد المجيد نفال واعطاك الضوء الاخضر ويقبل منك جميع ما تمزح يعني جميع مزحاتك اللي تحذفها سواء كانت ثقيله ولا كانت خفيفه فانا هذه تكفيني والله تكفيك شرفا ترى تو ابو معتز علمني قال لي روتانا نزل مقطع لك لك انت اي والله ما شاء الله تبارك قسما بالله تو علمني ما شاء الله تبارك واحمد الغامدي ما شاء الله ها شوف القبول شوف الدنيا هذا مش معناته مش معناته معناته انك برزت وكيف ليش برزت ليه الناس يقبلوك يقبلوا كلامك اللي قاعد تقوله والله العظيم المادة في بعض الناس حتى لو ان المادة عنده جميلة بس تلقاه والله عبد المجيد اني احس بعض الاحيان اني غثيث والله يا حبيبي بالعكس لا والله ما انت بغثيث بعض الاحيان احس اني غثيث لا بالعكس كذا حركاتي ما تكون مقبولة بعض القصائد ما هي مقبولة والله الباكج يا عيال الباكج الباكج اللي يولع انت اللي تنزل الباكجات ها تكفى 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 والله ما قتلت لكن والله ما قتلت تكفى 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 اي تكفى اي اطلق الباكج اي اطلق اي اطلق ساعدوني يا عيال اي ولع 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 فك الباكج فك الباكج فك فك الباكج فك الباكج دهورنا دور حتى ما تعرف تتنوك يا ابن الحلال تنوك اي اطلق دقيقه تنوك تنوك ساعدني دقيقه ساعدني تنوك يا غبي لا طح سامسك بتموت اي خلاص بسرعه بسرعه ما تنسى خبر بس كاب وش جوكم شكرا لك وقتك يلا هات حقك يا اخي وش ذا؟ شكرا معتز عفوا هذا الدفتر وشو هذا؟ هذا ما ادري هذا دفتر خريطة خطوات؟ ها؟ ايه خريطة الخطوات؟ ايوه ايوه ولعمي عمي هذا خريطة خطوات هذا البشت ايه هذا البشت طيب شوف هذا البشت زين حق ابوك زين؟ ايه حلو وانت عارف ابوك وش وضعه يعني في الخطوات عرفت؟ فتفوزني بلشتنا انت والخطوات تفوزني 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 في الماب هذا افوزك تفوزني في الماب هذا افوزك اوكي؟ وين تفوزني؟ فوزني في الماب هذا ساعدني افوزك انت بطل ايش انا بطل الفيس اس امريكا الشماليه امريكا الشماليه أيوة. انا بطل امريكا الجنوبيه اللي في كاريزما اللي اللي إيه؟ اللي اللي خوينا وينه صدق وينه خوينا انا ها لا خوينا الثاني اللي بتنوك وينه اللي بتنوك بالله هذا ما بي احد يفنشل لنا دقيقه بالله تعال موت 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 ساعدني لا تعلم الحليلة لا موت 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 تعال تعال انت انت هاك ليش انت على اي اساس تهاكل انت صح صح اطلقها اطلقها طلقها طلقها طلقها؟ ايه ليش اطلقها يا جاسم لا اطلقها 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 ايه ايه دش 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 في واحد في واحد في واحد في ابي هاشم واج وهاش وينهم؟ هذا هو لا هذا بيفنش خوينا هذا هذا اقول لكم هذا لكم انا اقول الفلوس حقك وين تروح؟ موت كيف الرقصه حقي؟ تشتري فيها رقصات ثم تجي تقول لي سلفني مو بالك هذه رقصه جديده بنش يا اخي انت ايش فيك؟ انت خلصت فلوسي ثم تشتري تقول لي سلف طن طن لا طن احنا تيم واحد الله يرحم والديك شوف 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 في ناس تشتي اسعفك اسعفني الله يرحم والديك ولا ما تشتي اسعفك اسعفني اسعفك ولا ما اسعفك اسعفني الله يرحم والديك بس بشرط احنا في العزبه عندنا سرير واحد مين ينام عليه انت انت تنام اسعفني الله يرحم والديك وين النفر الثاني مو بو وينو هذا اسعفني شاموت
انا اشتي اجيب لك الماء. اسعفني شاموت الله يرحم والديك. اشتري بالغناي. في 5 سكواد معاه. اساعدك. المتروك يطيح يا اهبل. طيح خليك طايح نص طيحه كذا. الله يرحم والديك. والله من البيض. هاك هاك هاك. ما معي سلاح. ارمي 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 ارمي. ابشر ابشر يا عيال. علق علق علق. افتح شبك يا ولد. معلق معلق معلق. افتح البنقالي. معلق 5 تيمات. خلني اشوف الا اساعده. تعال ورايا. علق 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 البنقالي. البنقالي معلق. افتح شبك. يا احمد. افتح الاول افتح الاول. تسمعني؟ اسمعك اسمعك. افتح الاول يا اخوي. اسمعك. من وين انت؟ يا اخوي احنا ترى جايين ننبسط بس. ما احنا جاي ايش؟ يا اخوي انت هاك والله لك هاك والله نار. احنا هاك. ابي صوت حلو معكم. اذا في صوت حلو معكم بس. في في في. وينه؟ شوف شوف رقم 3 رقم 3. اي واحد ساعدني يا عيال. صوتك حلو. واحد ساعدني. ايه فهد تعال ساعدني. صوتك حلو انت. يا غني ولا بفنش ترى يا الهاكر. غني بفنش. بسرعه. طيب طيب. اخر اخر. علق علق. هذا ولا بفنش. غني ولا بفنش. اتركه. يا ليالي يا ليالي. اول مره اشوف واحد معاه لاجئ. يا لو ان الحب حالي ما السبب في ضيق بالي. يا ليالي يا ليالي. ساعدني يا ليالي. ساعدني ساعدني. باقي واحد افنشر. ساعدني. انا جاي اسولف ما اعرف العب. تو جديد صدق. ساعدني. موتني. ابغى سلاح. انا سلاحي ضيعته. ما ادري وين. ايه البنك البنك. والله حتى البنك. اعتز اعتز اعتز. انا البنك. انا يا انت تشكو. هو بشيء انزل انزل. ساعدنا ساعدنا ساعدنا. ساعدني ساعدني ساعد. خلنا ساعد قريب. خلنا ساعد قريب. باقي باقي. الكمبر كمبر. الكمبرجي. يا كمبرجي. كاظم كاظم. مو بدون تحرش. كاظم. كاظم. قم. قنصه قنصه كاظم. باخذ حمايه. اطق عليك كاظم. حسين. حسين. اكو عرب. ينصر دينك. كاظم ينصر دينك. اطلق عليه. كاظم. لا 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 لا. كاظم. كاظم 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 كاظم. وين رايح كاظم؟ لا يا حسين. اوه يا حسين حسين. قرب عبله 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 عبله. كاظم يا غبي. طلع اللي معك عشان تنجك. طلع معك. كاظم يا ضلعي. كاظم يا ضلعي. فنش فنش فنش. هذا فنش. لا تفنش. ارجوك لا تفنش. من وين انت؟ من وين؟ انا من العراق. من العراق؟ ايش تريد؟ والله ونعم بس ما اريد ما اريد شيء. كاظم وينه؟ نزل سلاحك. والله معوم بليز. نزل سلاحك. نزل سلاحك. نزلها. خذ خذ. نزلها. خذ خذ. معك الشاب. خذه. حواج مو بعد. لا 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 لا. تعال. حسين يا حسين ينصر دينك يا حسين. يا حسين يا حسين. قدموا ملابسي يا حسين. خل مايكك ولي. عطني بيت شعر. وين مايكي؟ عطني بيت شعر. عبوني يا ولد. عطني بيت شعر. عبوني يا ولد. عطني بيت شعر. شبلاك عادي معود. طيب دقيقة. عطني بيت شعر. طيب. عطني بيت شعر. شيل سلاحك طيب. اعطيني بيت شعر. احبك وريدك موت قد الدنيا وقد الماي. انت شنو انت شنو؟ لا طقطق لا ادق راسك. كاظم وينه طيب؟ الساهر ولا النايم؟ لا يا حسين يا حسين. برتقالة؟ حسين حسين يقول النساء غني. انا بلبل احب النساء. خليك خليك نجي. وكل النساء لها تنجلو. وانت يا حسين. جاك عبدو.
العوال شلحتها طاحت. اشتي افجر الباكج. ايش؟ الباكج ايش؟ اشتي افجر الباكج. ترى ممكن اتحالف معك. والله؟ بس بشرط واحد. غير اللبس اللي عليك. لانه مشقوق اصلا. يا ولد ماش مشكلة ما. ارجع محلك. نسوي الميوت كلهم؟ اي سوي اعطهم الميوت كلهم اعطهم الميوت تكفى. اعطهم الميوت. تفرح. المايك المايك. بالله السكن هذا منين شريته يعني؟ يا حسين. هذا احمد شرى لي اياه قال لي في 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 سكنات رخيصه ورخصات بس انا توقعت لكم سيناريو ثاني بس انتم جبتوا سيناريو بس اوكي منين خذيتوه؟ احمد من فين شرينا احنا اللبس؟ هذا وش هذا؟ هذا بردو يعني هذا وش هذا؟ يعني انت مالك يا مالك يا هذا وش هو؟ ايش ما حسين وين حسين؟ ما تقول حسين فينو فين حسين؟ حسين وينه؟ حسين؟ حسين اقعد حسين طلع لي معك القبيه فين راحت الخلق علي علي طيب اسمع علي انا بسامحك ليش؟ عشان ما يطيح اللي عليك روح لحسين خويك روح حسين نلقاكم نهايه السيزون اوكي؟ اوكي نهايه السيزون صوته زين روح صوته زين هذا سوي لي ميوت سوي لي ميوت ميوت سويت له ميوت يا اخي لا تفنش طلعوا كل اللي معكم لا تفنش نتكلم بغيت اتفرج ميوت 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 لا 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 هذا توت هذا توت يا اخوي هذا توت هذا توت احنا والله ما نعرف نلعب احنا اللي بنجرب اللعبه بس بغيت اتفرج لا 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 قاطين في شبكه واحده تكفى تكفى خلينا نعيش ما عندنا رصيد ما معنا شيء تكفى يا رجال خلينا نعرف نلعب ان 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 كان موجود الان ان 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 الركان موجود الان ان 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 الركان هذاك تكفى تكفى يا اخوي تكفى ميوت ميوت خلينا نتفرج بس وصلنا للاخير الى الاخير وبعدين فوزوا علينا واحد يجي معي وثلاثه يضحوا انا بجمعك انا بجمعك خلاص تكفى ثلاثه يضحوا فنش فنش ايه وراح حلق افا والدخوليه الصح وراحت علي ايه زين ايش تبغى والطاوه وما عاد ابيها السكين ارمي السكين ارمي ها الكاب هذا شيله لا حاول يعني اي صح حاول يعني حاول قد طيب. ما نقدر ما الشال هذا شيله 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 تعال ابوك تعال الساعه هذه ابيها خذها تفضل تبغى الخاتم ها خاتم تبغى تطلع ساعاتي روح شلحهم تعال معتز تعال 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 تلبس الخاتم لا لو سمحت لا تسأل افك هذا ما ابوه ملك الخطوات يا حبيبي تعال يا تعال معتز تعال هذا اللي يشيل خصومات ابوه تعال 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 خذ الدرب تعال تعال وش خذ الدرب اعطني سروالك ابشر ساعتك بشي بشي افصل سروالك عليه 500 في تحت في تحت شيء ثاني 500 خطوه 500 خطوه احتمال 1000 روح عند ركان الركان منكوب الان لا تنسى هذه عشان تلعب فيها انت عارف ابو يمن ابو يمن ابو يمن ابو يمن يا اخو رحت هذا تعال باقي فيكم حياه اضرب 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 تعال تعال اضرب البكت عاد انا براقب الوضع انا براقب الوضع براقب الوضع لوت لوت ان 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 الركان موجود الان ان 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 الركان موجود الان ان العراقي وين العراقي يا عيال وين وين الطاولة مسدس وين دفت الخطوات دفت الخطوات دفت الخطوات خريطة الخطوات بسرعة خريطة الخطوات بسرعة اركب السيارة بسرعة بسرعة عادل بسرعة تعال معتز معتز تعال تعال هيا 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 سانهوك سانهوك تعال معتز سانهوك هيا وقف هنا وقف ها اي يا اطلعوا يا النوب خدمة منكم فنشهم أبعطيك المركز الأول لأني وعدتك فنش فنشني
هنشي متل. ها بالمشتة. لا 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 معتز خلص بروح دمحت انا وعدتك ايه اني اعطيك ايه المركز الاول ايه وانت ايش تعطيني دفتر الخطوات لا كنز الخطوات لا كنز الاموات لا الابوات لا الواسطات لا طيب الحلقات لا اذبحني تهديني شيء قبل ما تذبحني لا تهديني شيء لا السيناريو تكفى الوردة طيب الوردة ليش بيدك يا معتز الوردة ليش بيدك يا معتز امسك ها حبك الدولية عاش معتز مو بالبيع راكان قوم طيب صدق خلاص يا عيال ما صار شيء نهائيا من اللي ابيه ما انا عارف والله كان فكره في راسك احلى صح نهائيا فكره في راسك احلى انا عارف لكن بسوي هذا عيال تحيه ان ان راكان موجود الان ان 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 راكان موجود الان ان 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 والمدير احداد موجود الان تنشف امسك رميش يا الاخو ما انت بخابر اللي يا الاخو 500 خطوه للجميع بالله لا خلاص لا يا شباب خطوات يا شباب انا ما ودي افتب احمد في يد الرجال ذا كذاب اه قلنا ممثل جحدني علي ما اسمع سهل وين اللي بيجينا ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك علي يا ولد عادل وين يا ولد بغينا نموت علي حرب بغينا نموت يا ابوي ضغطنا يا احسن شيء كان جابوا لقطتنا يا سلام يا ولد انا تدري كيف تمتع بالطعم الحقيقي للشاي شاي ثلاث تسعات بركب أمك هو أعظم القربات إلى الله ولكن ماذا لو كان بركبها باقيا لها خيره في الحياة
ويصلها أجره بعد الممات. كم ستلقى من الخيرات وكم ستسمع من الدعوات. ساهم في بناء وقف الأم بمكة واحصل على وثيقة تأسيس، فبعد تبرعك لوقف الأم بمكة راسلنا على واتساب لتحصل على وثيقة التأسيس الخاصة بأمك. وقف الأم بمكة، برك الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بصحبة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. طبعاً لا يوجد شخص أقرب لك من والدتك، ذلك الشخص كتب مستشعراً غياب والدته بعدين انتقلت إلى رحمة الله، كاتباً انتقلت رحمة الله إلى رحمة الله. فأعظم عمل تتقرب فيه لله سبحانه وتعالى وتبر فيه والدتك هي الصدقة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وش أحسن من هدية تقدمها لأمك بوقف عن الأم في أطهر بقع الأرض، دائم إلى قيام الساعة. أسعد اللحظات في حياتك هي تلك التي تسمع فيها من أمك دعاء، حين تدخل السرور على قلبها وتكون سبباً في سعادتها. جمعية البر الخيرية بظلم تفتح لك باباً للبر والسعادة عبر وقف الأم بمكة، هدية عظيمة لأعظم قلب وفي أعظم بقاع الأرض. فبعد تبرعك لوقف الأم بمكة يمكنك مراسلتنا عبر الواتساب وطلب الإهداءات الخاصة بك لتبعثها لأمك مع كل الحب. وقف الأم بمكة خير هدية لأعظم قلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، أمك هي سبب وجودك بعد الله في هذه الأرض. تحتاج منك في وجودها في حياتها وبعد ما مماتها أن تقدم لها أنت وكلك، أنت ومالك لأبيك وأمك أولى من ذلك. وقف الأم بمكة المكرمة في أفضل بقاع الأرض، وأفضل رمز هو رمز الأم. ما تقدم فلنفسك، وأسأل الله أن يجعلك من الباقيات الصالحات. إذا مات ابن آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. لعلك تشمل الثلاثة كاملة وتكون من أصلح الناس برا بأمك. فسهم، السهم ما يقل ليس بكثير، وأنت تدفع لأمك تكون سبب رفع درجاتها عند الله، وسبب نور قبرها في مماتها، وسبب عزها في الدنيا ورضى الله عنها، وأنت ومالك لأبيك. الخير باق فينا إلى قيام الساعة، والبر فضاء لا حدود لفضله ولا حدود لبركته. ذلك ما تقدمه لك جمعية البر الخيرية بظلم عبر وقفها وقف الأم بمكة. فمصارف وقف الأم بمكة تكفل للفقراء والأيتام والأرامل والمحتاجين والمرضى، رعاية مدى الحياة ودعما في كل المجالات المعيشية والصحية والسكنية والتعليمية والتدريبية وغيرها من أوجه الرعاية والخير والتنمية. وقف الأم بمكة خير البر. تمتع بالطعم الحقيقي للشاي، شاي ثلاث تسعات.
وبركاته. أحبابي الكرام، أمك هي سبب وجودك بعد الله في هذه الأرض. تحتاج منك في وجودها في حياتها وبعد ما مماتها أن تقدم لها أنت وكلك، أنت ومالك لأبيك وأمك أولى من ذلك. وقف الأم بمكة المكرمة في أفضل بقاع الأرض، وأفضل رمز هو رمز الأم. ما تقدم فلنفسك، وأسأل الله أن يجعلك من الباقيات الصالحات. إذا مات ابن آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. لعلك تشمل الثلاثة كاملة وتكون من أصلح الناس برا بأمك. فسهم، السهم ما يمكن ليس بكثير، وأنت تدفع لأمك تكون سبب رفعة درجاتها عند الله، وسبب نور قبرها في مماتها، وسبب عزها في الدنيا ورضى الله عنها، وأنت ومالك لأبيك. رضي الله. الخير باق فينا إلى قيام الساعة، والبر فضاء لا حدود لفضله ولا حدود لبركته. ذلك ما تقدمه لك جمعية البر الخيرية بظلم عبر وقفها وقف الأم بمكة. فمصارف وقف الأم بمكة تكفل للفقراء والأيتام والأرامل والمحتاجين والمرضى، رعاية مدى الحياة ودعما في كل المجالات المعيشية والصحية والسكنية والتعليمية والتدريبية وغيرها من أوجه الرعاية والخير والتنمية. وقف الأم بمكة خير البر. تمتع بالطعم الحقيقي للشاي، شاي ثلاث تسعات. في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري. هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي، والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي. هولي لي كاريزما، هولي هولي كاريزما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام. الحمد لله وصلناكم أخيرا. أنا كنت أتوقع الفجر، بعد الفجر نوصلكم، لكن الحمد لله جينا بدري اليوم شوي. أرحب بكم، وأيضا أرحب بالأستاذ نواف التميمي، حياك الله. يعني أهلا وسهلا فيك، صب عليك بالخير وصب على المتسابقين وعلى المتابعين كذلك. أنا أتوقع اليوم راح إن شاء الله نفطر فول وشكشوكة هنا، أتوقع الوضع كذا، الوضع جايز. لا ليش فول؟ نروح حق البراميل. وشو؟ والله حق الشباب اللي راح يفطرون فيها أمس البراميل. الوضع فعلا يعني لابد أن يكون في قرار صارم بإدارة الوقت في ظهور الفقرات في برنامج كاريزما. طيب هذا تكلمنا فيه كثير، وأعتقد لا مو تكلمنا فيه كثير، لا لازم يكون في قرار صارم. مو معقول أنك تبدأ فقرة الساعة 1:30 فقرتك تبدأ الساعة 12:15. لا أبداً أبداً أبداً. لو سمحت أستاذ نواف، لو أستاذ نواف لو سمحت أستاذ نواف، ليست الساعة 1:30، الساعة 1:43. أوكي 1:43، أوكي خلنا نتأكد بس الوقت، والله 1:43. يعني لا هي واحد، لا مو ساعة، لا تأخير ساعة وربع. يعني ما أدري متى تنتهي مشكلة الوقت، والله إنها أسهل مشكلة لحلها بس خلاص. أتمنى من الشباب بعد شغلوا الشاشة عندنا، هي تكفون طالبينكم طلبة، يعني خلاص والله ما عاد نقول في المحاكمة شيء، والله ما عاد نقول في الإعداد شيء، خلاص توبة. أقلب هذه ما راقدين ترى، حنا أنا مقيل هنا ونواف منسد على الفرشة. لا تدري وش اللي يقهر؟ يا لساني يسكت على قولته. لا, لا 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 تدري وش اللي يقهر؟ أنك تكون جاهز من الساعة 10 الليل. 9 جاي أنا. أوكي أنا أقولك جاهز من الساعة 10 الليل، تارك أشغال مهمة لإنجاح الفقرة، فقرة الرادار. مو من الطبيعي إني أجي من الساعة 10 11، من 10 ل 11، من 11 ل 12، من 12 ل 1،
من واحدة لثنتين. في واحد يعطينا بوسات والله وياه انا صراحة. أنا ما ألومه. لا مو معتز لا ما ألومه. بس أنا أقول لك يا أربع ساعات. شوف شوف أعطيك الزبدة. والشفافية واضحة عندنا في الرادار عشان ما ألوم أبو معتز ولا أبو معتز لأن عندنا ضيف في الفقرة. فأنا قلت بنطلع في وقتنا قال إن الشباب يطلعون في دخولية. الساعة 11:40 دقيقة كانوا لابسين طيب على أنهم جاهزين. طيب أوكي تلوش الغلط الغلط اللي تعلمني من قبل. لا 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 الدخولية كانوا 11:40 لابسين جاهزين على أنهم بيطلعون. طيب من 11:40 إلين تقريبا الساعة واحدة ما جهزوا للأسف. طيب أقول لك شيء سعود لو نبدأ بنسلك الأعمارنا بالمشاكل هذه ما راح نستفيد شيء. هي مشكلة سهلة وحلها أسهل لكن أتمنى القرار الصارم يكون فيها. على قولة الزعيزعي لساني يسكت لساني يسكت هذه والله الزعيزعي أثرت فيني بهذه الكلمة وإنها طيب. مشاهدين الكرام ما ودنا نغثكم معنا لكن والله ترى أكثر متضرر من التأخير حنا ترى يعني عندنا دوامات الساعة 6 الصبح فوجودنا وتأخيرنا هنا ضرره علينا أكثر مما هو عليكم لكن نتمنى إن شاء الله أنها آخر مرة ونطلع معكم دائما في الوقت بإذن الله تعالى. المحور الأول اللي بنتكلم فيه وبوجهه للشباب الآن بما أنهم يسمعوننا جميعا وبعد هذه الدخولية الجميلة حقت ببجي واللي كلنا دارين عنها قبل أسبوع والعالم كلها في تويتر تدري وقالوا أن من اللي علم سعود الإعداد لا لا في تويتر موجودة والتغريدات يمكن قبل 6 أيام موجودة في تويتر أن الدخولية ببجي إذا فريق الدعم هناك من يسرب معلومات من عندكم لا تتهمون الإعداد هنا والله العظيم أنا ما أخذها من تويتر والإعداد ما قالوا لي أي كلمة وحنا في الرادار نبحث في كل مكان تأكدوا ما يخفانا شيء في المنتجع خارج المنتجع في الشارع في الحارة اللي ورانا علي اليوم غايب راح يدور لنا محاور ما نخلي مكان تأكدوا عندنا إعداد قوي جدا 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 يمكن ندري عن كل شيء في أشياء ما نطرحها بس عارفينها يمكن ما لها مجال نطرحها أو ما لها داعي فمسألة تسريب الأخبار هذه صارت منتشرة في الأخير يعني اللي هي التمصدر الزايد هذا المحور الأول عندنا التمصدر الزايد يا نواف من بعض فرق الدعم من بعض خلينا نقول الأهالي من بعض الحسابات متسابقين قديمين في القناة أنا أشوف كثرة الفترة الأخيرة يعني هل هو بحث عن رتويت هل هو بحث عن إثارة جدل هل يعني معلش شيء صار زائد عن حده في دخولية لا تنشرونها فريق الدعم سهل لا تعلمون أحد ما حد بيدري لكن تجي في تويتر وتنزل وحسابات كلها تغرد بها ومتسابقين أهاليهم يغردون بانسحابات أو بأحداث أو بشو لا تعليق صراحة. طيب أنا من ناحية التغريد وكشف الأحداث دائما قبل ما تطلع يعني حتى لو كان أنه في مشهد أو إسقاطة من المتسابق تلقى أحد ناشرها في تويتر قبل ما تصير كذا خربت الإسقاط وخرب التمثيل وخرب المقلب وخرب أشياء كثيرة يعني حتى الدخولية ترى كان عندنا علم أنه راح يدخل بدخولية ببجي. المهم أنه أنا أتمنى يعني التمصدر من وقتك أصلا ليش التمصدر؟ التمصدر يخرب على المتسابق نفسه خرب دخولية تراكان كانت أصلا دخولية أنا بالنسبة لي عجبتني أنا كان شيء جديد وسوى شيء يعني سيناريو جميل بالدخولية وتعب عليها وتأخر وطلع بنتيجة جميلة يعطيه العافية لكن أنا أتكلم عن التمصدر التمصدر دائما يخرب الحدث أنا أعرف شو بيصير ركان أعرف شو بيسوي اليوم خلاص بجلس أنتظر بس أشوف في شيء جديد بيسوي ركان ولا لأني أعرف بدخولية ببجي. أتمنى إنه أي خبر للمتسابق نفسه أنا عارف أنكم ما تطلعون الخبر إلا من حبكم للمتسابق نفسه أنا بس أنه أنت جبت طاري فرق دعم كل متسابق الصراحة أنا لازم أوجه رسالة شكر للمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة رسالة شكر لكل فريق دعم المتسابقين والله العظيم أنكم أنتوا دافع معنوي ونفسي وقوة للمتسابق في المنتجع أنتوا تعطون الدافع ليقدم كل ما عنده المتسابق في بعض الأوقات أنه يطفش ولا يعرف كيف يقدم ولا عنده أي شيء يقدمه تلقى فريق دعم ما شاء الله تبارك الله يبادر يعطيه أفكار يوفر له المواد ليظهر المتسابق بشكل جميل الصراحة قبلة على رأس كل فريق دعم متسابق الله يعطيكم العافية أتمنى استمراركم وإبداعاتكم إلى نهاية البرنامج. شوف كلامي تنطني في وجه الرجال. لا 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 لا. لا بس عشان أوضح أنا. لما نتكلم فريق الدعم يعملون ما فيها جدال هذه على جنب. وتكلمنا عنهم كثيراً. الإشكالية وين؟ هناك من يوجد معهم. صحيح. وهناك من يسرب من عندهم يعني التسريبات ترى تأتي من خارج القناة داخل القناة الخبر عند 1-2 فقط ولا أحد سرب يعني الآن أتحدى أحد يعرف ضيفنا الليلة ما في تسريب.
لكن الموضوع لما يجي فريق الدعم خلوها يعني كل ما زاد العدد اللي يعرفون الدخولية أو الفعالية أو المفاجأة كل ما كان انتشارها أكبر. لا وجهة نظرك أنت مختلف عن وجهة نظري، أنت غير وأنا غير. أنت مسكت خط بس إنك كذا يعني. لا تحليلات ترى الناس تحلل الحين تحليل يا نواف. لا بالعكس أنت وجهة نظرك إنه فعلًا في ناس إنه يسربون من فريق الدعم ممكن حتى من حبهم المتسابق ترى. فهمت وطلعوها بشكل لا في ناس عندهم كذا حب تمصدر حب اني اعرف وعندي علم شفت لي عندي علم هنا عندي خبر هذه ممكن حق ما دريتها ما دريتها في ناس يحبون هذا الشيء في ناس شغالين كذا ما يخلون حساب في تويتر ما دريتها انا اقول لك يا في كثير يا سعود بس عشان كذا اقول لك انه تطرقت الموضوع الثاني اللي هم فرق دعم لانه ما اعطيناهم الوقت الكافي لشكرهم طيب لانه فعلا يستاهلون الشكر والثناء دائما المفروض انه كل حلقه في الرادار شكر وتقدير لكل فرق دعم مثلا امس مثلا من هذا الفريق دعمه جايب الخيول ما ادري ايش المفروض انه نشكره بس احنا ما عندنا وقت انه كل يوم ثلاث حلقات في اسبوع صعبه ترى نلم كل شيء يعني اقول لكم انا اعتذر للمره المليون انه ما نشكركم كل يوم لكنكم تستاهلون الشكر والله والثناء طيب عندنا نقطه للاخوان المتسابقين اللي يشاهدون الان قبل اتكلم شباب الشاشه عندها ترى ما اشتغلت الى الان لا تشخصنونها مره معنا يعني لا عنده شغل الشاشة بليز يعني المشكلة. الله يرحم خلاص تبون نعتذر اعتذرنا يا شباب شغل الشاشة مو شغالة ترى ما تشتغل يا شباب طيب الكلام هذا للشباب المتسابقين كثر في الآونة الأخيرة مسألة دخول لوكيشن الرادار هذا الأمر وأنا أنقله لكم الآن من أخ محب لكم هذا الأمر يضايقنا كثيرا لأن هذا المكان حرم اللوكيشن يعتبر حرم مثل حرم البيت دخوله خط أحمر إلا إذا سمح المقدم بذلك فأنا والله ما أتمنى أن تكون في ردة فعل قوية مع أحد ونحاول قدر الإمكان أن نهدي شوي لكن إذا عندك شيء تبي تتداخل فيه عزيزي المتسابق إحنا في اليوم 65 والسياسة واضحة في الرادار تروح لكم في الشروم إذا سمحنا لك بالدخول بين وجهة نظرك إذا ما سمحنا معناته يا عزيزي يا حبيبي يا غالي أنا ماني بحاجة أسمع منك شيء عندك 11 ساعة خذ راحتك فيها علق وقل ولا ادخل وش في خاطرك عبر برأيك التوضيح إذا أنا في شيء مخفي علينا في الرادار نسألك عنه ووضحه لنا إذا ما في شيء احنا نبي نعرفه ما راح نستدعيك ولا أنا بحاجتك فقط نقطة آخر السطر مسألة أننا ندخل في شد وجذب وأنا بعلق وأنا بقول وأنت أقول لا معليش هذه يعني أنا مو بحذر ولكن أرسلها لكم رسالة محبة من أخو لكم أخو كبير لكم أتمنى أن هذا الحرم لا يمس بما أن المحاكمة والإدارة لم تتخذ أي قرار سابقا وأنا متأكد لاحقا فأنا الآن أقدم هذا الكلام لكم رجاء خاص هذا حرم خاص بالمقدم ظهورك ترى يسيء لك أنت أكثر من الرادار وقفتك هنا وتبريرك يسيء لك في مكان مخصص للتبرير إذا سمح لك حياك الله عطنا اللي عندك إذا ما سمح يا أخي إحنا كل شيء واضح لنا وطرحنا أنت بإمكانك تبرر لاحقا إذا راحت للمحاكمة عند أبو سلطان ولا يا نواف أنا عشان كذا أقول لك لا تتمنى أنت بس هذا الطلب وجه لأبو سلطان في المحاكمة دخول الشباب في لوكيشن الرادار هم يتخذون قرار إن شاء الله ننتظر قرار يعني أتوقع أنه أكثر متسابق دخل وصارت مشاكل في دخولية الشباب معك يا سعود ومع علي أتوقع ولا تأخذ أي قرار إلى يومك هذا ما تأخذ أي قرار بحق متسابقين يدخلوا فننتظر من بداية البرنامج ترى كان في كلام كثير صار على الرادار ولا أعتقد إحنا يعتبرونا فقط خارج البرنامج والله ما أدري لكن معاملين معاملة مرة البو عرفت والله ما هذه فقرة مرة البو والله أنا أقولك يا ما أدري وعلى التأخير يصير أنا أقولك يا أول مرة يعني قاعد أتكلم معك وقسم بالله سياراتنا راحت فيها أحلف لك سعود صدق أحلف لك يعني أول مرة أتكلم مواضيع كذا ولا لي خلق والله صدق إذا اليوم صدق طلعنا يعني بشكل سيء ترى مو عشان علي غايب والله إني مبسوط إنه غايب وإني جاي متحمس كذا مبسوط يا أخي بفتك يا أخي سوي عرفت حركات رياكشن عشان أطلع رياكشن يشغلنا فيها بس خربوا أم الموت أي والله النية مو طيبة صادق يا أبو حتس طيب أنا أبغى شباب رؤساء المجموعات اللي في المكتبة في الكونفشن روم معنا اللي هم راكان وعادل أتوقع ووليد يا ليت تشرفونا في الكونفشن روم مهند عفوا وراكان ووليد
مهند وركان ووليد يا ليت تجونا بنستفسر منكم الشباب استفسار سريع لأن عمر غير متواجد. بما أن عمر غير متواجد خلنا ناخذ مشاركة عمر أمس في شاعر المليون. عمر سمح له بالخروج. أنا كنت أتمنى أن يكون عمر معنا اليوم، حتى افتقدته كثيرا في دخولية راكان. صحيح. وأتمنى أن إن شاء الله المال خير لغياب عمر. فكنت أتمنى أني أسأل حتى عمر عن مشاعره، لأن هذه ثاني مشاركة له في شاعر المليون. ماذا اختلف من دخولية مشاركة عمر في شاعر المليون السابقة والحالية؟ طيب أنا أقول لك اختلف كثير العمر بن هذال. طيب طيب أنا أتكلم الصوت. يتفضل تفضل. طيب أوكي أنا أتكلم عن عمر بن هذال. الصراحة خطوة كبيرة الصراحة في ذهاب الشاعر المليون وقبول المبدئي في مسابقة شاعر المليون. أول شيء أبارك له، ووجد يعني في شاعر المليون اللي يستاهل عمر، فعلا يستاهل. وأنا تكلمت أمس إنه في متسابقين، يعني ذكرت اسمين، يعني إنه وجد برنامج كاريزما للشباب نفسهم، برضو عمر يشمله، برضو جميع الشباب المنتجع يشمله هذا البرنامج. يعني فعلا برنامج كاريزما خلق لنا نجوم راح يكون لهم مستقبل كبير، من أمثالهم عمر هذال. يا أخي أنا أتوقع أنه مستقبل كبير في شاعر المليون، وأتوقع أنه راح يوصل مراحل كبيرة. حتى اليوم قاعد أقول قاعد يقول أنه حتى هو بنفسه أتوقع أنه عمر هذا قال يا أخي فرق معي، فرق معي أنه قاعد الحين عندي جماهيرية. يا أخي فرق معي، كان كثير. اليوم ترند الأول في السعودية. إيه، وبعدين عمر بن هذال في شاعر المليون، يا أخي فرق معي كثير. يا أخي أحس أنه عندي مسؤولية، عندي ناس وراي ويهتمون فيني، ودافع له أيضا. إيه، وقود نجاح يعني بالنسبة لي، فأكيد إنه شيء يختلف. وما ببالك إنه مثلا إدارة شاعر مليون ثنت على عمر بن هذال إنك قاعد تملك جماهيرية، هذا يعتبر شيء كبير بالنسبة لعمر. فبالك إنه برضو من قناة الواقع برنامج كاريزما كان لهم فضل كبير على عمر بن هذال، كذلك نفس الوضع على عمر بن هذال. خلينا نكون صريحين، يعني أتوقع عمر بس أنا أقول لك إياها، هي خطوة كبيرة. عمر بهذال يستاهل، الله يوفقه في المرحلة القادمة في شاعر المليون. يحسب لفريق دعم عمر صراحة، وأيضا الجماهير اليوم اللي رفعوا الترند الأول أن عمر بن هذال في شاعر المليون كان ترند الأول اليوم في المملكة. تفاعل كبير جدا. تفاعل كبير، وأنا أتوقع أي متسابق، أي متسابق يعني ما نخصص اسم بعينه، يعني لو طلع راكان، لو طلع وليد في أي فعالية، مهند، الأسماء كلهم، الزعيزعي، نايف، جميع الشباب، أنا متوقع بتكون هناك ضجة كبيرة لحضورهم. ما نقول انتم نجوم اللي تسمعونا، نتكلم مع المشاهدين، يعني يا شباب اللي في المجلس ما انتم نجوم ولا شيء، ولا عندكم جماهيرية خمسة يتابعونكم. لا 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 تصدقون يجيك الحين وقف هنا يناقش، لا لا ما انتم نجم. صدق الصدق الصدق والله العظيم، شوف نجوم برنامج كاريزما يا اخي ناس والله، يعني اللي جاب اسم كاريزما يا اخي شخص مبدع، اللي جاب مسمى برنامج كاريزما واللي اختار الشباب فعلا، يعني تحس انه شيء مركب بين الشباب وبرنامج كاريزما، فهمت؟ يعني تحس انه كل واحد، عمر كاريزما، وليد كاريزما، ركان كاريزما، ركان ابغاك تفهم ركان بالله. تفضل. فالجميع في البرنامج يملك كاريزما خاصه فيه، تشوفهم كلهم يملكون جماهيريه عاليه. وشوف مثلا عمر هذا الحين شو اسمه قبول مبدئي في شاعر المليون، مهند الفيصل قبل فترة مستضيفينه، أكثر الشباب اليوم أكثر قنوات تتسابق الآن على متسابقين موجودين، والإدارة القناة رافضة أنها تطلع، أنت متسابق عندي يعني، فما بالك تدري عن نجاحهم، نجاح برنامج كاريزما ونجاح الباهر اللي قاعد يصير في برنامج كاريزما. اليوم رسالة شكر تكفى، خلينا نكملها. يا ولد أنت قلت قاطعني وأنت تمسك خط. لا 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 لا, 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 لا رسالة شكر عشان ما أنسى، رسالة شكر أبو عبد الله ناصر غامدي إلى قبل شهر. لا لا تشكر، لا تشكر، لا لا والله فعلا، يعني أبو عبد الله قاعد يتحمل الشيء الصغير إلى الشيء الكبير، فهمت؟ مشاكلنا من الشيء الصغير للكبير، هو متحملها حتى هو تحس المشكلة كبيرة، فهو قاعد يبتسم، قاعد يهدي الأعصاب، قاعد يسمع المشكلة لحلها ويظهرنا بالشكل الجميل على الشاشة، الله يعطيه العافية. والله أنا كنت حاضر النقاش اللي نتكلم، ناصر بالفعل يعني إداري محنك وناجح، ويمكن الكلام ذا ما يعجب بعض الناس، لكن للأمانة لو تعلمون ما نعلم لجميعكم حطيته هاشتاج شكرا ناصر الغامدي، لأن والله العظيم البرنامج ماشي بحرص واجتهاد من ناصر، مثل ما قال نواف، من أدق التفاصيل إلى أكبرها. فالله يجزاه خير وبيض الله وجهك يا أبو عبد الإله. خلنا نقول على طاري أنت دخلت موضوع في موضوع ولحست مخي، مهند الفيصل اليوم كان له مقطع عرض في أحد القنوات الشهيرة، صحيح، وفريق دعمه اعتذر أيضا عن قبول دعوة استضافة مهند، فهذا أيضا من
بركات برنامج كاريزما للشباب. أنا اللي قلت لك قبل شوي يعني بالعكس إذا أنت تتكلم عن قناة تعتبر الأولى والثانية متابعة على مستوى الخليج العربي، تتكلم عن مهند، تتكلم عن متسابق في برنامج كاريزما، هذا يدل على نجاح برنامج كاريزما ويدل أن في نجوم كبار في برنامج كاريزما. لكن في ملاحظات عليهم عشان بعد ما يفلونها. شوف 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 من ناحية ملاحظات أنا قلت لك هي فترة ذهبية، آخر شهر فترة ذهبية، ودائما في برامج الواقع آخر شهر يكون المتسابق خلاص يعني في حالة إنه خلاص أبي أخلص. خلص أنت. أنا فاهم عليك، خليني أكمل كلامي أستاذ سعود. عرفت هو وده يخلص بس إنه لا خلنا نستغل الفترة هذه، فلا تلومه إذا كان في عنده نقص شوي هنا، تلقى اليوم الثاني لا يحاول يعطيه الباور هنا، ولا تلوم فريق الدعم برضه إنه قاعد يحاول اجتهادات، لأنه في آخر 30 يوم الأفكار بدت يعني ها تبدأ تخلص. تتكلم عن 65 يوم أنا كل يوم قاعد أحاول أجيب فكرة للمتسابق ومدري إيش، وفي آخر 30 يوم أنا أكتشف إني باقي أبغى أقدم الشيء الأقوى من ما قدمته، فهمت؟ فلا تلومهم في الهبوط والنزول في آخر الأيام، لكن شكرا وبيض الله وجههم على اللي يقدمون وعلى اللي بيقدمونه في آخر الأيام الجاية. نواف عشان أكون واضح أنا والله حاولت أركز معك، أنت تقول هنا وهنا، أنا أبغى أمسك على قولتهم الحبل من راسه. مني أنا ولا من لا الحبل الفكرة هذه اللي هي آخر شهر. طيب حلو، آخر شهر هي الفترة الذهبية في برامج الواقع لأن العدد عليك. قل المتسابق تمرس على الأجواء، حلو، عاشها وعرف التفاصيل وفهم ممتاز. الكفت على قولتهم وعرف أن الموية هنا والضفدع هناك، حلو تمام ممتاز. مسألة أنك آخر الأيام تحس، أنا أشوف فيه رتم نازل من الشباب، لا تقول لي لا هذا المفروض، عشان كذا أنا أقول لك الشباب لابد أن هذا الشهر يعكس حماسك انضباطك الحززيات وذي تبعدها على جنب، أنا عندي هدف ورسالة رايح سيدة لها، ما أدخل أي تفاصيل ثانية في الهدف اللي أنا أسعى إليه. أنا من ناحية الحززيات طفشنا إحنا نتكلم، لا نتكلم بشكل عام على المتسابق الجو العام. أنت الجو لو جاب برنامج جاي يا نواف، كم شخص من المتسابقين الموجودين هنا بتختارهم فيه لو كنت مدير أنت؟ كم شخص من لا تقول لي كلهم، أكيد لأن في ناس بتستبعدهم عشان مشاكله، في ناس بتستبعدهم عشان نومة، في واحد تستبعده عشان نفسيته، هذا الطبيعي صح؟ وهذا الطبيعي أصلاً. طيب إيوه وهذا الطبيعي، أنا ما أتكلمك إنه في حززيات، الناس تدري وإحنا ندري والمتسابقين يدرون إنه في حززيات، يدرون إنه في شلل صايرة، بس إيش تبغانا نسوي؟ إيش تبغانا الحلول اللي سويناها اللي يعني قلناها سويناها، لكن ما في أي فائدة. يلا الله يستر إن شاء الله. واللي يزيد الطين بلة يعني التحدث بهذا الموضوع كثيرا، عرفت؟ خلاص سواء هنا وفي وسائل التواصل الاجتماعي. احنا نبغى اخر شهر جملوها شباب، بيضوها اخر شهر، بيضوها لانها الفتره الذهبيه الان، بيضوها مره يعني. انا اتمنى انكم اكتسبتوا خبره خلاص، مو بتجون في مكان واحد بعد صلاه يلا يا شباب توزعوا اللوكيشنات، ما تقولونها قدام المشاهد يا شباب يا عيال يعني من تحت، اعطونا الشباب في الكونفشن روم من معنا، اول شيء اعطونا المقطع وناخذهم، خلوهم ينتظرون، اعطونا المقطع اللي صار اليوم في فقره المكتبه. ركزوا 500 نقطة وليد الآن كومنتات، ركزوا معي شوفوا القاعدة ها، 5 4 3 2 1 والله هذه شاشة شو اسمه ذي ملاقيه مو ملاقيه شاشة القافة. يلا ها كنا حلوين، يلا ها نشوف، يقول لك أوف وين التغريدات راحت، أيوة فريق زوحان 110,000، فريق المنضبطين 109,000، فريق هذا اللي حدث اليوم. طبعا حدث لغط كبير حول المشاهدات، خلونا نسمع الشباب ونرجع لكم. اعطوني الشباب توندو يا شباب، اعطوني الشباب توندو يا شباب، حلو. طيب ركان ووليد ومهند حياكم الله. يا هلا الله يسلمك. كيف حالكم يا شباب؟ الحمد لله. ابو عبد الله انا ما اقدر اتكلم، ابو المحامي ارفعوا الصوت يا شباب، ما نقدر نتكلم الا بحضور المحامي انا واخواني. ايه تنكتون كذا، المفروض اموت ضحك الحين، اجي ادغدغك ابو عبد الله. شباب الصوت عندنا في السبيكر ارفعوه عشان نسمع خفة دم الشباب. اقول اجي ادغدغك ابو عبد الله. لا لا ما ينفع سم، اجي ادغدغك عشان تضحك. لو الدغدغه بس خلص بكره. لا نقول ان راكان مره تضحك. انا مره مت ضحك عليها راكان، مره راكان. هلا، قبل اسالك انت ما انت براضي على الدخوليه ليش؟ انا لانها شوف انا بقول لك شيء واحد، تقول ولا شيء من اللي قلناه قلتوه، شلون؟ لا ما لها شغل، ما في شيء من اللي قلناه قلتوه. اولا انا ما اتكلم مع الشخص وابرر الشخص يسرب
لدخوليتي هذا اولا زين. ثانيا انا نقطه التبرير سبق واني قد قلتها هذه ما هي بلغه راكان. ثالثا اتمنى ان تخفي صلب الموضوع على طول لان عندي شغل بعد شوي وما اقدر اتكلم بدون محاور. عادي بامكانك تغادر يا راكان. دقيقه وليد وليد طبعا. اذا عندك شغل اطلع يا راكان. لا انا قلت لك عندي شغل بعد شوي الحين. لا لا عادي عادي مره عادي ترى عندي وانا مره والله لا تكفى راكان لا تطلع عندنا تكفى اطلع تبي تطلع رح عبد الله عندنا دخوليه في سانهوك مع الرجال. طيب شباب عشان اخذك باختصر عليكم انتم كنتوا واقفين مع محمد عباس صح ولا لا؟ ايوه. هل وراكم نسب الردود على التغريدات؟ عدد الردود. عدد الردود؟ في احد عنده رد يا شباب ولا رد؟ انتم من الثلاثه كلكم. طيب انا بالنسبه لي ما شفت زين عشان شاشه التظليل حقت ابو عباس. طيب اتوقع لو بشوف بشوف ان فريقنا الاول من ابسط حقوقي للامانه. طيب يعني انت ما شفتها؟ انت تتكلم جدا طيب انت الحين راكان تكلم شباب شباب تتكلم جد طب تكلم الحين انت تشوف ايش تقول. راكان وليد دقيقه شباب ما عندنا وقت يا شباب. انا شفتها 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 يا وليد. راكان شفتها؟ شافها. انا للامانه شفتها. فريقهم كان 110 فريقنا 109 وكان عندي امل احنا بناخذها لكن ربما شاءت الاقدار انها تروح لهم وهذه اول طيب. واخر مره تروح لهم وصدقني الوعد قدام اذا تقابلت معهم المره الجايه. راكان والله سالفتك ذي مثل دخوليتك طويله ومهند. هلا حبيبي. شفت التغريدات؟ والله كنت مركز على تغريدات فريقي انا فما شفتهم والله. كم كان عددك انت؟ 36. طيب يعطيكم العافيه شباب شكرا لكم بيض الله وجيهكم. يا مرحبا. خلاص راكان لا تفلها عندك شغل روح. طبعا صار لغط كبير يا نواف في تويتر. الناس صوروا الشاشات ونزلوا وان الاداره تستهدفنا وهناك من قال ان عطوهم المركز الاول وريحونا وخلنا نتنافس على المركز الثاني. هذا المستوى من التشكيك اللي صار مزعج جدا. يعني الان المتسابقين موجودين قدامكم على الشاشه والمتسابقين انفسهم قالوا شفنا الارقام يعني ما في مجال يا اخوان يعني صرنا بعدين لابد ان ترى الناس عندهم ذمه. لا وبعدين ابو يعني اتوقع انه وياك جلسنا محمد عباس وانه فعلا قاعد نكتشف انه كيف هذا 109 وفاز بالمركز الاول وال110 ما فاز يعني ما تدخل عقل بس انه فعلا يوم اكتشفنا محمد عباس قال انه في كل في 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 لحظاتها الارقام تتحدث وحتى الردود بعض الاحيان تنحذف فكان المركز الاول هو فريق شو اسمه المركز الاول الاسامي ناسيها انا وليد و اوكي بس ابغى فريق اسم الفريق انا ناسي اسم الفرق. الصابرون شو اسم فريقكم؟ شو اسم فريقكم؟ فريقنا اسمه زوحان بس انا وليد زوحان انا جاي لكم في الشرطة. طيب فقال محمد عباس انه الارقام تتحدث في الثواني انا حدثتها وعديت واحد اثنين ثلاثه حدثت وعلنت. ايه اوكي بعد ما اعلاني بثواني ما لي دخل ايش قاعد يصير عرفت؟ ففعلا محمد عباس بس هذه عشان الناس يصدقون يعني وجبنا اللي كانوا موجودين ايه؟ مع محمد عباس عشان ما تقولون انه انكم متحيزين محمد عباس. راكان انا عندي مشاكل كثيره مع محمد عباس. ذابح كرع لا تكلمني ذابح كرع هذا كبره لا تكلمني. طيب اليوم راح يكون عندنا ضيف بالمناسبة بس إنه تأخر شوي والآن بيدخل بإذن الله بعد شوي سيشرفنا كثيرا وسنسعد حنا وياكم بإذن الله بحضوره. في مقطع يا شباب حق مخاطبة الكاميرات جاهز ولا لا؟ جاهز يا عطونا وبنعلق عليه عطونا لأن هذا محور كبير شوي ودنا نتكلم فيه. خلاص 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 خلنا نحبها خلاص تعال علك تبي علك خلاص ستزل لا 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 خلاص علك خلاص علك خلاص انزل انزل ايوه حبس 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 ايش فيش لا 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 كان جت لا خلاص خلاص ايوه بسم الله عليه عطى علك قلبو سي قلبو سي وزينه وجنينه 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 يا جلبوتي وطليا وطليا ونوني ونوني أبا بابا با مرة مرة يضحكوننا شباب عادي بالهيف مرة في خصم إن شاء الله في خصم خاطبة كاميرا في خصم ألقم والله مقلب ألقم خصم الحين خلص المحتوى يا شباب ما عاد في محتوى نجري الكاميرا نكلمها خلوكم على الكاميرا خلوكم على الكنبات خلوكم على هذه ما عندنا مشكله هذه ما فيها خصم ترى هذه اسمها انا اسميها تدري متلازمه الرادار
فما عندي مشكله انك تسولف معي شيء، بس انك تسولف مع كاميرا ومخاطبه كاميرا ومخاطبه جمهور، يعني حتى لو انك جبتها من هناك عرفت خلاص، يا واضح انك قاعد تخاطب الكاميرا، يعني ما فيها واحد واثنين. لا يمكن يبغوا مشاهدات تيك توك هم. اوكي بحقهم يدوروا مشاهدات تيك توك، بس انه حق الاداره برضه تبحث عن الخصم بالعكس. لا هذه اسمها متلازمه الرادار، لان اول من بداها واحد كان يكلم قدر، ثم تطورت واحد يكلم اسطوانه، واحد يكلم جدار، هذه تصير ترى. اوكي بس انا تكررت واجد، احس انه خلاص يعني بس تصل يعني شو انا بس ابي خلينا نقول شرح بس نقطه واحده اللي هي. انا اجي وادري ان هذا بيخصم علي لما اكلم الكاميرا واكلمها، هل هي عدم مبالاه؟ واني انا الجمهور هل انا مال؟ ايش تفسرها بالله؟ والله ما لها تفسير صراحه. لا صدق انا قاعد افكر فيها من الناحيه هذه، بس انا ودي ادخل مخ الحين محمد زيزي. لا مساله انها تضحك، لا والله ما تضحك، انا ودي ادخل مخ محمد زيزي عشان اجاوبك الصراحه، يعني ايش الهدف من الفكره اللي سواها يعني وخاطبت الكاميرا، ولا انه يعني بطريقه يعني يقال انها كوميديا يعني، لكن لا تموت بالكوميديا باي صله يعني من الكوميديا ابدا. لا عادي يوم جاي يحط اللقمه كذا ترى ضحكت انا مره يعني الجميع الجميع، فما ما اقول انه على فكره يعني الزعيزي الفتره الاخيره يا اخي كيف اقول لك يعني قاعد يصنع لها جو. اي قاعد يصنع لها جو، يعني انت بتقول الزعيزي كويس بس خرب عليه عادل بن هيف. لا يا شيخ انت فيك تحط هذا في هذا، انا اتكلم عن محمد الزعيزي الصراحه. لحظة محمد الزعيزي كويس يا نواف، بس اليوم مو كويس لان عادل معه. لا انا ما اربطك بعادل، انا ما اربط محمد الزعيزي بعادل نهائيا، انا اتكلم عن الزعيزي الموقف اللي صار اليوم. تخيل محمد الزعيزي اذا ما لقى له احد راح يسولف مع الكنب، هو قاعد يصنع له جو نفسه عرفت، اذا ما لقى له احد قاعد يساعده خلى الكنب تساعده، فهذا يدل على انه فكره انه ابداعيه يبغى يطلعها من نفسه، فهمت؟ بس انه زيادتها لا هنا وقف، انا اوكي صنعت لي لا زيادتها انك تصل الى مرحله انك تخصم على نفسك. ايه بكل حتى لو ما خاطب اليوم الكاميرا مثلا، اليوم خاطب الكنب بكره كنب خلى الكنب خلى لا اوكي بتقبل ان هذه كوميديا، لكن تخاطب كاميرا وتدري انه خصم هذه اللي انا ما اتكلم عن الكاميرا الان، انا فاهم عليك بس سعود انه زيادتها ممله. اقول لك محمد زيزي الفتره الاخيره انا عاجبني كثير عرفت في الرياليتي، يعني قاعد يصنع له جو، اذا احد ما حد ساعده هو يصنع له جو من نفسه عرفت. من ناحيه مخاطبه الكاميرا اكيد انه في خصم، انا متاكد انه في خصم راح يصير عليه وعلى عادل، يعني هذا مو شيء جديد عرفت، بس انه ممكن احاول انه يبتكر شيء غير الكنب طلع على كاميرا يعني. لا بس شوف انك تجي تاخذ سياره وتدري ان في ساهر وتدعس تصور تضحك ما تضحك صح؟ انا اقول لك لا تموت يا الا اني انا كذا ابي مثلا سياره باسم ام عبد الله وبيني وبينها مشكله عرفت، وبالفكه عرفت اعطيها مخالفات لين تنسجل. انا عشان كذا اقول لك اياها ما لها اي معنى لو اشوفها اليوم، والله العظيم ما لها اي معنى سالفه الخصومات هذه بنتكلم عنها. لا طيب انت جبت محور ذكرني ما هم موجود معنا هنا اللي هو التكرار. تكرار المقالب اللي صارت. انا ما اقدر اعلق عليها صراحه. تقدر تعلق حقت لك طول مطبختك؟ ايه لا المطبخ لا تطري، لان فيه عندي اليوم عنهم حاجه بخلص المطبخ اليوم ذا انت المطبخ. انا اتمنى انه تحذف. نفتك اي احذف. شوف المطبخ هذا المطبخ عندي انا، شق الورقه هذه المطبخ هذه خلاص اشطب عليها. يعني ممل الموضوع، والله ممل، المحاور ممله والمقالب لا ممل. ما بتكلم عنها، تكفى لا تتكلم خلاص. طيب عشان كذا اقول لك ترى حتى ممله للمشاهد انه قاعد نعيد الموضوع، ممله جدا والله. طيب ممله. ايها المشاهدون الكرام، ايها الاحبه الفضلاء، الحلقه الاخيره من المطبخ، بما ان الاداره تقول لا تكلمون عن المطبخ، فيه اعلاميين كبار والمطبخ ممتاز، لا تقول الاداره المحاكمة وانهم مو كويسين وانهم ممتازين ورائعين، اعطونا الحلقه الاخيره من المطبخ، اعطناها يا اخي عش معي الجو، تكفى يا رجل. ثاني سيدر ما ابغى تجي. ايوه دقيقه. كيف ثاني سيدر ما ابغى تجي. ايوه دقيقه. واحد اثنين دقيقه. وش اللي صار؟ مات قليل ادب والله. مبروك حبيب قلبي. الفائز معنا في هذه المصارعة، الفائز معنا في هذه المباراة هو عادل. من صدقك عادل؟ تعال 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 خلنا نعلن الفائز. تعال تعال تعال. لا بكره انت ولا هو، لا انت ولا هو، لا انت ولا هو، لا انت ولا هو.
ما حد واز فيك وش تفريق ذا وش ذا ما زبط وضعكم بسم الله الرحمن الرحيم انا حلف حلف عاد انت شوف كيف يلا تعال هنا علي هنا عارف قسم بالله والله احتراما لمحمد حسن هنا طيب سارك رحله كامل بيت الله فداوية من دون حكام بيت الله فداوية يا لا يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 الله يا عز الوطن بعد ربعنا والله يا عز الحكم فض السعودية والله يا عز الحكم فض السعودية يا خلاص لعبنا شوي استنسنا شوي نرجع شوي كذا شوي صح الا والله صادق صح ودك مكان وين راح روح دوي تكفى جوه لنا تكفى جرب اذني تكفى لا يروح كان خلي قلنا ترى لا 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 كيف الله انك ايش طيب انا ادري اللقمه تعيش صعبه بس تراها توجع والله بس عادي ايه اضربني ابغى توه والله ابغى توه اضربني اضرب 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 حبيبي قاعدك تطيح ان شاء الله كيف الحال افرض تخيل انا ابيك تتخيل بس ما لا تعرف ذمتك تعرف ذمتك اذا قعد اقعد هذا اللي ما ينجح معه لا خلاص انا كان بعطيك خيال بس خلاص والله امزح والله امزح والله العظيم ما عاد امزح بشوف 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 لا احب اشوف ابن مرهم نصيدة فيران يا حبيبي هذه شوايه الله يجزاك خير تحط الدجاجه هنا كبرى تخلي تفتر هذا والله تعرف الله يبشرك فشلنا الله يبشرك ليش تحطها بالغرفه كذا الغرفه حق تلبس تحط وش داخل احط هنا يا قطعه جبنه عشان اكلها والله سويت هذه دجاج شوايه هذه انا والله اني اسف والله تكفون برجع في كلامي بلزق الاوراق الله يرحم دقيقه بس تكفون بس بالله دقيقه بس نواف انت من وش هذا وش ذا يا الربع هذه حلقه واحده ما في العلم وايش يا ولد هل علم ويا شنو؟ والله موضوع محزن والله موضوع محزن أول شيء تحمد بالسلام مرة كان يعني بعد جد ساير ما أنا عرفت اللي أوف إيش فيه ساير إيش فيه ساير والله العظيم جلد مو طبيعي اللي صار ركان اليوم رحمته والله مساكين ما هم مقلب يعني لا إيش ماي 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 ما مقلب بالجلد اللي صار أنا يعني أنا ودي ما تخليني أتكلم موضوع المطبخ لأنه والله العظيم لو نتكلم اليوم لين نهاية البرنامج برضو نفس المشاكل نفس المحاور نفس هو كل يوم صاير كذا انسى خلاص عشان كذا طلبتك المقطع كان طويل جدا تمنيت أصلا ما يعرض الحلقة الأخيرة وي وتمنيت أنه ما يعرض وتمنيت أنه ما نتكلم فيه أصلا هذه الحلقة الأخيرة اليوم لأنه موضوع طال لا الحلقة الأخيرة طال. اليوم اليوم عرضنا لكم الحلقة الأخيرة من المطبخ وانبسطنا وضحكنا والشباب في المجلس اسمع الله اكبر طيب الحين شرفنا ضيفنا بدري حتى انت تتاخر بعد يا ضيفنا الله يعطيك العافيه وين الضيف الان بيسجل دخوليه بعد كل اللي يسجل دخوليه الضيف الان سيدخل معنا باذن الله وينضم الينا بحول الله تعالى علي الغامدي متخفي بيدخل الحين علي الغامدي متخفي متلطم مسوين اكشن حنا ترى علي نسوي دخولي زي الشباب عرفت تضحك ونجي نضمه علي اتوقع انه غايب بظرف طارئ له لا ان شاء الله يتكرر ان شاء الله لا لا ان شاء الله لا يتكرر ان شاء الله بس انه مكانه خالي طبعا استاذ علي يعني دائما احنا مكملين لبعض ومكانه خالي استاذ علي وان شاء الله يرجعنا بالظرف الطارئ بالف سلامه ان شاء الله تقدر تستغفر والله والله بامكانك الحين باخذ من ذا واستغفر انت طيب جاهز يا شباب ولا نتكلم في محور ثاني طيب اعطونا مقطع اليوم صار في الدخولية. جلسه العصر لا حق لا عمر دخولية بن هذال الضيف وش صار عليه يقولون نصبر شوي اعطونا عمر بن هذال يا شباب يتكلم جاهز المقطع ولا لا
يلا اعطونا. اذكر انواع القلوب. طيب هي سلام. طيب وش هي؟ المنيب والمريب والمريض، هذه كلها يا يا يا. وش هي المنيب؟ احنا ما نذاكر ملخصاتنا فروس، احنا سمعتنا برا ترى ما ادري وشلون تخلص السمع. بتجاوب عنكم السمع يا اخوي، احنا اسمنا شله الادبي، ليش نذاكر؟ صدق كيف تخش شله العلمي وانت ما تذاكر؟ كيف تخش شله العلمي معكم؟ لا ادبي انت، لا انت ما تبلا، انت شفت انك مع شله بالعيال بتدخل معنا؟ انا بطلع انا والله انكم فله، والله انا بروح شله علمي بس انا ذاكر والله. ادبي بتروح انت؟ راح الله يستر عليك، انا بقعد عادي ادخل معكم بس اذاكر. بس استحمل برايم وادفع يا حبيبي. عادي ادخل معكم بس اذاكر. شخل لجيبك، شخل ال... لا جيبي والله، هاتوا الفلوس جيبي والله، ما عاد ادفع من ريال. بيض الله وجهك، خلاص خليك في العلمي. كانك تبي كذا خليك في العلمي، انا شوفني تعبت وبروح مع العلمي خلاص. يا رب ودي معك بس يبي يعني. يبي النواسط، انا ادخل مع العلمي عشان هم الحين. والله شوف انت الاسبوع ذا شفتوا المقطع؟ طبعا هذا المقطع بتكلم فيه في ثلاث مقطع، واحد ثلاث محاور. المحور الاول محمد عباس ما شاف الا اثنين يذاكرون، اعطاهم درجات. فهد المطيري كسرت رجلينه ويذاكر ولا حد اعطاه شيء، لانه مطق ومنسدح وجالس براحته ولا اعطاه نقاط هدايا. محمد عباس فين؟ فهد ما شاف فهد المطيري مساكين والله العظيم، انه جالس يذاكر من اليوم. ترى مو اول مره، ترى الشباب قاعد يذاكرون الاسابيع الماضيه والله انهم يذاكرون. سالفه الهبات ما لا، ليش اول مره؟ ليش كذا من راس محمد عباس طالع اول مره؟ ليش ما تذكرت قبل يعني؟ ليش اكيد احد منشنه يا رجال؟ لا ما له دخل منشنه، بس محمد عباس ما ركز الا قبل. اتوقع ان محمد عباس جاء قبل الفقره بربع ساعه وشاف فهد والشباب يذاكرون، قال بس هذه. هل تقبل من الاعداد تسجل؟ لا ابدا. لا انت تفتي ولا ما تبغى؟ كيف ما ابغى؟ يمكن يقول سجلوا يعطونهم. من اللي اعطاهم؟ محمد عباس اعطاه. غرد ليته ليته اعلن هنا مغرد تغريده، محمد عباس مغرد تغريده قبل الفقره اعطاهم. طيب. خطوات من مذاكرتهم. النقطة الثانية، الشباب متكين في التاك مرة، فحافظين حفظ شلة الأدبي، شلة العلمي، الروضة، حافظين حفظ صم، والحركات تطلع على الشاشة وفالينها مرة صراحة، أكثر من اللي غردون بعد أظن. مصطلحات التويتر تسمى إيه؟ انا اقول لك اياها هي ليش انا اقول لك اياها، مشكله في الجوال. الجوال اذا خرج متسابق اكيد طبيعي انه المتسابق يكون مع الجوال، طبيعي انه اول ما يعني كذا طبيعي انه بروح ادخل تويتر بشوف رده الفعل الناس اللي قاعد تقول عنه. مستحيل يحفظه بالطريقه ذي كامله. لا انه الجوال كانت معه فتره طويله معاه، فاكيد انه راح يحضر، فهذا الشيء الطبيعي البديهي. فانا اقول لك اياها، حتى اتمنى يعني هذا التمنى يوصل لاداره ويوصل ابو سلطان يعني في فقره المحاكمه، انه اي متسابق يطلع اذا كان عنده مثلا مشاركه خارجيه، اتمنى انه ما يصور في جواله، لا يستخدم سناب، لا يستخدم تيك توك، لا يستخدم اليوتيوب في اي شيء، حتى في البث المباشر لا يستخدمه. انا متسابق عندي محصري لمده 90 يوم، انا بحاجته بكل حتى احداث، حتى لو يطلع برا بيصور انا احتاج هذا التصوير في القناه عندي. ما عندي مشكله بيطلعون فريق القناه معاه يغطون معاه تغطيه خارجيه في مشاركته في شاعر مليون او مشاركه في 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 احد القنوات او شيء، ما عندي مشكله انه احد الشباب يطلعون معه من حساب القناه يصورون الاحداث اللي بتصير متسابقه، اما يصور بجواله كذا انا ما استفدت. يعني اتمنى انه يطبق هذا طيب النظام. الثالث وثالثها، هل المتسابقين وصل بهم خلنا ما بقول الاستهتار، خلنا نقول وصل بهم الاعتماد على الجمهور اكثر من يقول خلاص انا ليش اذاكر، انا شله الادبي، احنا ما نذاكر، احنا الناس حاطين فئه اللي ذيابه ما نذاكر، بس انهم بيرجعون التصويت اذا توهقنا بكره. هذا اللي اقول، والشباب اللي متسدحين اللي ذاكر فهد مطيري رجله جاه شد عضلي. انا اقول لك اياها، هذه المشكله اللي كررناها قبل فتره، ونقول انه الفردي المسابقه الفرديه الثقافيه مهمه للشباب عكس الجماعيه. الجماعيه ما عندي مشكله، حط اي فقره ثانيه فيها جماعيه، وكل الفقرات اصلا في برنامج كاريزما كلها جماعيه، فليش ما حطيت؟ ونعيد السؤال مره ثانيه ونعيدها مره، ليش 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 شفت فقره سين سؤال وليش ما خليتها فرديه؟ بالعكس يعني كل متسابق ياخذ حقه، انت ليش الحين جبرتها جماعي؟ انت تدور له معذار، انا اتكلم عن المتسابقين اللي الان يعتمد على جمهوره. ما تدور له معذار لانه خلاص اصلا كذا، ما دامها كذا اكيد اللي بلقى لي عذر. الخلل من مين؟ الخلل منا احنا. ليش تلمي الخلل على المتسابق؟ اكيد يعني المتسابق لقى خلل، اكيد اللي بيلعب على هذا الخلل. احنا الشباب اللي نجلس اخر الفصل، عرفت ندق لطمه هذا خلل، ونغش من خيانة اللي قدامنا. أيوة وننجح. هذا خلل، خلل في الفقره نفسها، خلل انه ما كانت مسابقه فرديه. لو صارت مسابقه فرديه كان ما شفت الشباب حاط رجل على رجل وراء، عرفت؟ ولا 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 جاوب على اي سؤال، ولا فكر اصلا انه يذاكر، فهمت؟
لو انه مسابقه فرديه كان والله ما شفت اي احد من الشباب، كانت كل واحد مذكرته قدامه وقاعد يذاكر. هنا الفرق. طيب الحين ضيفنا جاهز. تفضل يا ضيفنا الغالي، حياك الله، بيشرفنا الان في المنتجع. جاهز يا شباب؟ يلا اعطونا، ترى الوقت تاخر. يمدينا نحاور معاه شويه شباب. وها هو يدخل الان عبر اسوار المنتجع بسيارته. هي زرقاء ولا شلونها؟ لا الازرق. سيارته البلو. يا هلا وسهلا، حياك الله يا ضيفنا الغالي، مشرفنا وسيكشف الكثير من الاوراق الحصريه هذا المساء. ومولع الفليشر. فضيفنا الان يشرفنا، حياه الله، باذن الله سينضم الينا في الرادار. اليوم محمد السالم قدم برنامج العصر، زين؟ الحضور كان العمدة فقط، بيض الله وجه العمدة، حريص على حضور الفقرات. بيض وجهك. إيه؟ لكن السؤال اهتمام العمدة، طبعا بما ذكر العمدة ترى في اوراق هنا، ها الاوراق هذه يا عمدة الله يجزاك خير. ايه العمدة الله يجزاك خير. فانا سؤالي مو عن العمدة، العمدة بيض الله وجهه، دخولية رائعة اليوم وعمل منظم. طيب. عن محمد السالم، امس جبناه ونحن نعلم ان فيه اشكالية كبيرة. سألناه يا محمد كيف علاقتك بزملائك؟ قال كويسة ممتازة. قال إيه اليوم ما حضر للعمدة، احنا نصنع حزازيات يا رجل. ليش احنا تكلمنا؟ لانه احنا قاعد نشوف، قاعد نشوف الاحداث اول باول، قاعد نشوف البث اول باول، ونعيش معاهم الحدث احنا موجودين في المنتجع. ذكرنا محمد السالم، حتى محمد السالم قال انه جاء فيه تفاوت، لكن الحين بدأت ان شاء الله تزين الامور، لكن ما زالت الامور. انت سويت فقره امس، ما حد اليوم معليش ما جاء للعمده. اتوقع حتى جاء العمده، اتوقع جاء العمده انه يحاول يعني يحاول انه يغطي الخلل اللي صاير. سم يا ركان. طيب اوكي اوكي بس طيب اخصموا على ركان دخول اللوكيشن يا شباب. طيب ركان اخصموا عليه في اللوكيشن. طيب اوكي عشان طيب نقوم نرحب بضيفنا. ايه ضيفنا وصل الان. ضيفنا وصل بس عشان ما ايه لا حياه الله ضيفنا الان. يا هلا وسهلا. علي الغامدي. علي الغامدي متنكر. يا هلا وسهلا. يلا حيا. يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا يا هلا. كيف الحال؟ الله يطول بعمرك. كيف صحتك؟ الله يحفظك ويسعدك. الله يشرف والله. اهلا وسهلا يا مرحبا. يا هلا ومرحبا. يلا حيا. حياك الله. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا يا مرحبا. يلا حيا. حياك الله. يا مرحبا. طبعا شرفنا اليوم والد عبد الرحمن العصيمي. ما شاء الله. ضيف الله. اهلا اهلا مرحبا. احنا مانعين الخروج، كيف جانا ذا؟ من اللي يسمح له؟ كيف انت كيف عرفت؟ الله يخليك. كيف عرفت؟ الله يحييك. يا مرحبا. يا مرحبا. هلا هلا هلا. كيف حالك طيب؟ شهرين يا ولد، شهرين شهرين. يلا حييك. الله يحفظك ابو العافية. الله يحفظك. يلا ترى عشان عندي محاور. سلم الله يكرمك. الله يكرمك يا فهد. الله يكرمك يا فهد. الله يعوضك. ابن الولي يرضي جميع الجماهير. الله يحفظك. ترى بجلدك الحين بالرادار انا خلاص ما عندي. يا حبيبي ضيف عندنا، لا تخرب ضيفنا يا عبد الرحمن. ضيع علي وقتي ترى بفلوس مالي جاي بلاش. يا مرحبا. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك بيض وجهك. والله العظيم ان رب ما تشيل. والله تستاهل. تستاهل من يتعنى لك ابو لاوي. والله تستاهل من يتعنى لك. الله يحفظك. الله يجعلك. يلا حبيبي عندنا محاور. عندنا محاور. عندنا محاور. اسمع الجد. سنك فين؟ جاي عشان الرادار مو عشانك. تفضل، احنا مستضيفينه في الرادار. عبد الرحمن الارض لا تسع عبد الرحمن فرحا ولا الومه. الله يجزاك خير. ضيف الله العصيمي من الطائف والد عبد الرحمن، شرفتنا. يا اهلا وسهلا. الله لي الشرف والله يا ابو عبد الله. الله يحفظك ويجزاك خير. والصراحه يعني ما اقدر يعني اوصف لك قديش احنا مبسوطين من اللي قاعدين يتقدمون. الله يطول عمرك. صراحه مع التاخير. ويعني اسعدني جدا انه ظهوري يكون في هذا الفقره. الله يحييك والله من معزتي لكم ومحبتي. والحمد لله ملك مع التاخير يا ابو عبد الرحمن. لا عادي. لا لا عادي. تعودين. عادي عادي. الطايف ترى موعد مضروب. لا اسمعونك اهل الطايف ترى. انا منكم عادي يعني نتحمل. الله يحفظك. عبد الرحمن نعتذر لك والله. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. اتفاقيات شباب عبد الرحمن. Yeah!
الحمد لله. اتوقع ابو عبد الرحمن اول شيء ما شاء الله انت ملك الاعجاب في تويتر، نص تويتر مسوي لهم اعجاب. الله يحفظك ما شاء الله ابو عبد الله، والله ان ارتباطاتي يعلم بها الله، لكني حرصت على اني اتعنى واجي والله تقديرا لكم. الله يحفظك دارك الله يحييك. بس معلش باخذ عن المقدم بس بسالك سؤال، والسؤال هذا يهمني كثير. ابشر. ايش رايك في فقره الرادار؟ كيف كتشوفها؟ والله هل هي دافع من 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 الفقرات اللي احرص تماما على مشاهدتها، يعلم الله. صحيح والله. أوكي. وكل ما قيل حولها من انتقادات انا ماني معه. صحيح والله. مو مجامله لك ولا لابو عبد الله. الصراحه والله، لانها تعالج نقاط وتعالج قضايا وفي صالح المتسابقين ما هي ضده. صحيح والله. طيب عبد الرحمن انا بسالك سؤال، انت وش تكل عبد الرحمن عشان يطلع هذا القبول عنده عند الناس كله؟ الله يحفظك. حرميس 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 وقرص يعني اذا كذا باخذ حرميس انا. الله يحفظك يا اخي، نبي هذا القبول والله سبحان من اعطاه القبول. عبد الله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله عبد الرحمن رجل والحمد لله يعني تعايش مع زملاء وتعايش معكم، ولكم فضل كبير حقيقه في توجيهه والاستفاده. لا والله ونعم التربيه صراحه، الاثر الاثر لكم الاول في تربيه عبد الرحمن ينعكس يعني داخل المكان. الله يجزاكم خير. عبد الرحمن تلقاه في المنطقه البيضاء، عبد الرحمن مختلف والله فعلا. الحمد لله هذا الحمد دليل على التربيه. الحمد لله الصالح والله يا استاذ نواف، هذا يعني منه منه صغير وهو الحمد لله عايش في المنطقه البيضاء. ما اتعبك عبد الرحمن في الطهور؟ لا والله الحمد لله. وين يتعب في البران ما يجلس معه في الأودية وفي الشعبة. أنا تفاجأت بأحداث كثيرة ما أدري عنها إلا هنا. صحيح والله والله صحيح. ناوي تجلده؟ والله أشياء ومواقف صراحة. والله هو يبي له جلد. سلبيات عبد الرحمن. لا خلنا شيء على وجهه. يا أبغى أشوف سلبيات عبد الرحمن في البرنامج. عبد الرحمن إيش تشوف؟ فين هنا في البرنامج؟ والله يعني ولدي شايف أنا ما أقدر أزكيه، لكن سلبيات مو ايجابيات لا تمدحه. إيه؟ والله شوف عبد الرحمن ما عنده اشياء ما اظهرها لحد الان. صحيح والله يعني ده. نعم عبد الرحمن انا من زمان كنت اقول له ترى صوتك جميل في الانشاد وما كان مقتنع هو. حلو. صحيح والله. هنا ما شاء الله تبارك الله بدا بدا. نعم عبد الرحمن عنده قصص وروايات وشعر لكن حتى الان ما اظهرها، باقي باقي عنده شيء ما اتيحت له الفرصه او هو من نفسه. والله تقريبا عبد الرحمن ترى احيانا يؤثر، وهذه في برامج الواقع ما يعني صح. صحيح. لكن الحمد لله الصراحه انه بالذات في الفتره الاخيره ظهر بصوره مشرفه جدا جدا. لا فعلا. صحيح والله. طيب انت متابع ابو عبد الرحمن برامج الواقع سابقا ولا عبد الرحمن خلاك؟ لا والله انا متابع متابع فتره وبعدين انقطعت ورجعت مع عبد الرحمن الان. صحيح والله. طيب وانا والله اقول شهاده حق، مو عشان عبد الرحمن موجود فيها، من افضل يعني المجموعات اللي مرت على برامج الواقع المجموعه. صحيح والله. يمديك تستغفر يا ابو عبد الرحمن، لا لا تمدح ماجد والله، لا تمدح ماجد تكفى. يشغلوننا ترى، يشوفون انفسهم ثلاث ايام ما يطلعون. والله شوف يعني على على ايش ابرز سلبيات الشباب؟ خل انت متابع الان ووالد لهم جميعا، ايش ابرز سلبيات الشباب اللي تقولها لهم الان؟ بكل صراحه ابو عبد الرحمن. والله شوف في حساسيات بينهم؟ اولا لا، انا اشوف انه الايجابيات تطغى. اولا الايجابيات حلو جميل. الشيء الثاني خليني اقول الايجابيات. بنعطيك بس نرجع احنا ترى نحب الشر ما نحب الخير واجد ترى. الشباب ما لنا قريبين من الخير يحبون بعض والله، وترى الاشياء البسيطه اللي تظهر على الشاشه لنا ما ادل عنه في حساسيات. وبعدين يعني مجموعه في حدود 20 شخص في مكان واحد في صحيح والله لابد ان يحدث في خلافات، لكن سرعان ما تنتهي. صحيح والله. نعم. حتى لو في انفسهم شيء ما يظهر على الشاشه، يعني ما يظهر للمشاهد الوجه السيء. صحيح والله. لكن ظهر احيانا لابد منها يا ابو عبد الله. لا ما ادري ايش اتمنى، اتمنى انك تستمر معنا الايام الجايه. والله احسن من علي يا رجال. لا لا مو عشان احسن من علي ولا شيء، بس عشان اشوف المشاكل طولت والله عندنا. الله يحفظك. المشاكل طولت يا ابو عبد الرحمن. والله يا اللي انا اشوف ان شاء الله ما بينهم مشاكل الصراحه اللي انا ملاحظ. طيب خارج المنتجه انت فعال كثيرا في تويتر. ايش رايك في الحرب الطاحنه اللي في تويتر؟ أبيك توجه لهم رسالة. والله شوف أنت ما تتكلم عن شريحة بسيطة، أنت تتكلم عن شريحة بالآلاف. إيه. صحيح. فيهم الكبير، فيهم الصغير، فيهم العاقل، فيهم اللي، فلا بد إن يعني تلاحظ اختلاف الآراء. لكن بعض الناس سبحان الله يبحث عن السلبيات، ولا ما يعني الجانب الحسن ما يبحث عنه، يبحث عن السلبيات دائما، وهذا من الأخطاء. وأنا أنتم قد تكلمتوا سابقا يمكن قلتوا المتسابق اللي يتابع كلام الجمهور الآن يأثر عليه. تشوفها حقيقة. صحيح والله صحيح.
كلامكم انتم دائما تنقدون فيه ووجود الجوالات ترى من الاشياء اللي يعني اثرت على الشباب. نعم اثرت على الشباب. وانا اقول لك على الشيء، لو على قولك انت قلتوها يمكن سابقا، لو يمكن عندك 30 او 40 راي ايجابي ويجي بعدها راي سلبي، هو يروح مع الراي السلبي ويترك الايجابيات. صحيح. دائما السلبي يحطم. نعم. ويخليك صحيح. تفقد تركيزك كامل. لكن الحقيقه والله الشباب موهوبين جدا، والله موهوبين. انا معهم. وانا اتكلم والله بعد الرحمن اتكلم انه نملك موهبه، نملك مواهب، مو عفوا مواهب في برنامج كاريزما. برنامج كاريزما موجود للشباب، امثال الشباب الموجودين. لكن المشكله انه يعني بنوصل نهايه البرنامج ولا قدموا اللي عندهم. هذا لا ما والله ما تلومهم استاذ نواف، انا ما الومهم، لكن اتمنى يكون تركيزهم قادم. يعني والله شوف انتم تناقشتوا امس يمكن نقطه وانا صراحه يعني اتفق معكم فيها، هي كثير هو تاخير الصلوات. ايوه تاخير الصلوات، الفتره اللي بين الصلاه والاقامه تجلس معهم. نعم. عطهم انا الطالب كياب طلبه، هذا عقالي عنده احشرهم تكفل. والله في شيء ثاني كمان، اللقطه اللي جبتوها مثل الطفل اللي قاعد يقلدهم في الصلاه. يقلدهم في الصلاه. انا اقسم لك بالله، انا ترى متابع وشايف، اقسم بالله تاثيرهم عجيب والله. صح. يتاثرون بهم الناس تاثير عجيب. انا عندي الرسائل في الخاص كثيره جدا، ويسالون عن الشباب، هم يتوقعون انه نعرف عنهم كل شيء. إيه. فيتابعون الشباب والله العظيم، يعني التفاصيل الصغيرة. التفاصيل الصغيرة صحيح والله، التفاصيل الصغيرة حتى مؤثرة، مؤثرة جدا في قلوب الناس. جداً. احنا نتكلم نقول اظهروا بكل شيء ايجابي على الشاشة. صحيح. هذا احنا نتكلم صحيح. دائما صحيح. لانها صحيح. تؤثر وانا دائما اقول اي واحد يظهر على الشاشة يعتبر ترى قدوة. صح. فهمت؟ الاطفال يتاثرون، كبار السن يتاثرون. صحيح. المشاهد يتاثر. فانا طيب. اتمنى دائما اقول انه لازم تظهر الشيء الايجابي. صحيح. لازم تحاول تبادر من نفسك انك تظهر الشيء الايجابي، هذا اللي اتمنى. طيب اقول لك على شيء، انه فيه ناس من كبار السن يتابعون الشباب. صحيح والله. صحيح. يتابعون الشباب. انا من امانه اقاربي اخواتي الكبار وهذول يتابعون الشباب ويتاثرون كثير بهم والله. فعلا. والله يتاثرون فيهم ويحثونهم ويعجبون بالتصرفات الطيبه فيهم. صحيح. فيعني اللي يبغاه منهم انه يحرص على انه ما يظهر بصوره سيئه قدام الناس، لانه سبحان الله ممكن يلقط منك طفل ولا شخص. صح. يلقط منك صفه سيئه ويبقى وزرها عليك ليوم القيامه. فعلا. وممكن يلقط منك صفه ايجابيه ويكون لك اجرها ليوم القيامه. صحيح والله. والله مستمتع جدا بحديثك. الله يحفظك. عشان كذا متى بتاخذ الديله من المعيدين تفكنا منه؟ قريب. شوف دائما مخطط عليها. يقول لي تقطع رزق انت. انت مخطط عليها. مخطط عليها. انا والله ودي اطول معك، باقي لنا 6 دقائق، لكن انا اؤثر ان 6 دقائق هذه الشباب يستفيدون من حضورك معهم. الله يحفظك. وانا مستمتع والله جدا جدا بحديثك يا ابو عبد الرحمن. طبعا قبل ما اخرج من عندكم من هنا، والله اقدم شكري الجزيل لاداره القناه وللاعداد ولكم كمقدمين. صحيح والله. على الجهد المبذول وعلى يعني تفهمكم للشباب وتحملكم لهم. صحيح والله. احيانا انا اشوف بعض التصرفات انا اقول في نفسي، اقول ما شاء الله عليكم، كيف تكون ردات فعلكم ايجابيه. صحيح والله. الله يجزاك. وهذا من الاشياء الطيبه، لانه انتم الان قدوات لهم. صحيح والله، ترى قدوات لهم. انتم الان تعتبرون قدوات لهؤلاء لانه كلهم في بدايه حياتهم الاعلاميه. فشكر يعني شكر جزيل والله لكم. والاخطاء تحصل ولازم مهما كان. طيب دعونا الحين نخلي الشباب يستقبلونك. يا شباب اذا تبون تستقبلون والد عبد الرحمن العصيمي، هذا هو عندكم. فهد والشباب. مرحبا. هلا والله. هلا. استودعكم الله. شوفكم بكره باذن الله تعالى. كيف الحال؟ طيبين. كيف الحال؟ طيب. هلا والله. هلا والله يا وليد. هلا. مرحبا مليون. يلا حيا. كيف الحال؟ حياكم الله. هلا. عساك طيب. هلا والله. هلا بالجوهرة. كيف الحال؟ تراني مقدم حرمي. اطلع. كيف حالك؟ طيب. كيف الحال؟ هلا والله. مرحبا يا راكان. يلا حي. كيف حالك حبيبي؟ الله يحفظك. كيف حالك؟ عساك طيب. كيف صحتك؟ والله بخير. الله يسلمك. كيف حالك؟ لا ندمت. كيف حالكم؟ طيبين. كيف الحال؟ وش بك اليوم كذا؟ ايش بك كذا يا احمد؟ صرت كيف حالك؟ عساك طيب. كيف صحتك؟ والله كان عندنا مره صرت ما شاء الله عليك، صرت صديق حرميس. انت انا وحرميس وبلافي. هلا والله. يلا ابو عنزي والله لك تحيه من طفل اظن اسمه اسامه. الله يرضى. والله صحيح يسلم عليك كثير، يقول سلم لي على ابو عنزي. كيف حالك؟ عساك طيب. الله يحفظك. بس اهم شيء تصلح بين الشباب. اسهل بعد الله العصا خلاص. هلا والله يا اخي. كاني ما اقول محمد ازعج. سمعني. ها يا مرحبا. كيف الحال؟ يلا
يا ابو حسن. هلا والله والله لا يضرك ابو حسن، ما شاء الله على صوتك، الله يحفظك ما شاء الله تبارك الله. هلا والله هلا والله طول عمرك هذا كتاب الله. هلا والله كيف الحال؟ طول عمرك حي الله برهون كيف حالك؟ هلا والله سلطان كيف حالك؟ عساك طيب كيف الحال؟ سلمت كيف الحال؟ طيب كيف الحال؟ هذا مره ما شاء الله عليه جلسه حريميس فوق الجدار فيك ما كيف الحال؟ حي الله بخير كيف اخبارك؟ عساك طيب كيف صحتك؟ عساك بخير الله يسلمك كيف امورك؟ عساك طيب والله ما انجبت الله يحفظك الله يحفظك ابو هير الله يجزاك خير بعض مما عندكم الله يحفظك طول بعمركم على طاعه امين الله يجزاك خير. انا استاذنكم بس انا المايك طاح من الدخوليه وعند الاعداد وقالوا تعال لا تاخر علينا لا تاخر علينا شوف هلا والله هلا 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 والله بسعد كيف حالك؟ عساك طيب كيف صحتك؟ كيف اخبارك؟ طيب كيف حالك؟ طيب كيف اخبارك؟ بشرني كيف الوالد طيب ان شاء الله كيف حالك؟ الله يحييكم هلا والله كيف اخباركم؟ طيبين والله اقسم بالله اقسم بالله اني مشغول ولكن علشانكم جيت وكلفت والله اقسم بالله تكلفت والله العظيم والله المدخلك علي الله يحفظكم اقسم بالله الله يحفظكم والله يعلم الله اني احبكم محبه كلكم زي عبد الرحمن اقسم بالله الله يحفظكم بس كواسر كواسر ها كيف حال محمود؟ خير كيف اخبارك؟ كيف الحال؟ طيبين؟ عساك طيب والله خير ابشرك كيف الاخبار؟ حريميس هذا الثاني صار اشهر منكم ترى حريميس يا حد طلع شيء جاب هذا معنا هلا والله الله يحفظك الله يحفظك هذا اللي نقعد نشوف هذا تغير الشكل مو زي ما عندنا هناك هذا خل من الكواليس هذا اللي وقت الصلاه الظهر لا والله الشاشه مطلعتكم شكل غير ها لا والله انتم كذا احلى والله الله يقول كذا احلى هناك هناك ابو عبد الرحمن مرحبا الف تعال يا مرحبا والله بالحبايب كيف حالكم يلا طيبين كيف الحال والله بخير الله يسلمك كيف حالكم شعلوا بالديره هذا الله ابشر كل شيء صار والله الحمد لله الله يحفظكم كيف حالك الله يطول بعمرك ايش اخبارك كيف اخبارك يا اخوي تكفى انا طالب دام انك جيت انت انا بطلبك تكفى عيوني الرجال مهدي كبك اربع ايام ما قد قال لي شكرا يا ولد اذكر الرجال ذليتنا بهذا الكبك جمعي 10 كبكات بس عليك يوم اخذته معي العموديه ايوه فهد فهد يجدده ايوه يجدده ليوم كذا العريس هذا سوى له مشكله بالبدايه لا هلا في ناس كانوا يهدونه حبا هلا والله عبد المجيد حبا وش بكم انتم اليوم دون مايكات كيف الحال عبد المجيد مايك خربان معي انا بودي كيف حالك حيلا بسامي كيف حالك عساك طيب كيف صحتك طيبين كيف اخبارك الله يطول بعمرك والله بخير الله يسلمك الله يبقيك كيف الحال الحمد لله على السلامه الله يسلمك امورك خير ابشرك كيف حالك طيب انت بخير ابشرك انا ساحب مايك عند ابو سامي ايوه كان في تصل انا عمده وفي من حقك اي من حقك من حقك الحين عشانك جيت خلاص صبرت خلاص استاهل بس مايك تعرف بس زعلان عبد المجيد ليش اي انا زعلان ربي هذه الفرصه الجميله اقول شكرا يا اخوي راكان ما قصرت الله يرفع قدرك والله العظيم يوم شفتك جاي و هو طلع مع الطاقة طبعا ما ضبط والله مزل في الباب عليك 5000 نقطة قلت نزل ابراهيم والله ما ما قدرت الله يحفظك يا ابو سامي الله يحفظك والله اني احبكم كلكم زي عبد الرحمن والله جاي ابونا والله الله يحفظك الله يحفظك والله اني اتابعكم طوال اليوم يعني ما تغيبون عني الصراحه والله افرح لفرحكم نورت يا ابو عبد الرحمن الله يسعدك انا اليوم اقول له يا رب يجيبون ابوك في اقرب وقت يقول اتمنى الحمد لله الحمد لله والله العيال ما حد يدري طبعا الا انا وانا علمت وليد اي زين اي نعم وجلسنا اللي قال احمد الفراج ابو عبد الرحمن وعيني البؤبؤ عندي صغر زياده من كثر ما غمض لا اسكت ليش لانك تطقطق علي علي الغامدي ربي يبتلاك يا عينك اي والله العظيم اي وابيهم يسكتون وانطلع على سلطان الامير لان سلطان الامير راقد ولز احمد الفراج هو احساسه ما شاء الله عليه لا لا هو حس هو حس شهاده لله يعني ما كنتوا تدرين انتم لا لا والله انا ما كنت ادري انت ما دريت والله ان وجهك والله ما ندري يا ابو وجهك وجهك والله لمنه متغير شفت انا قلت متور وجت عيني في عيني اليوم الظهر اليوم الظهر سوى حركه يوم من اللي كان يقول يقرا علي انت لا انا الظهر هي 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 المغرب وانا المغرب 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 عرفت يوم قال تقول اقرا علي وما ادري ايش قلت يا ولد حاس هذا في شيء عنده انا طفشان اول مره يقولها عبد الرحمن فحسيت قلت لا يكون وصل شيء عندنا عندنا علم حريص ما يوصل شيء والله ابو عبد الرحمن عندنا نكهه خاصه تحس بالمتسابقين ابو معتز هذا اذا حس ان في واحد من المتسابقين متضايق انا اشهد
اقسم بالله يغير مودك. الله يحفظك. الله يحفظكم. الله يسعدكم. والله اني مستانس بكم الصدق والله. يا مرحبا. الله يحفظك. وين عمر؟ وين جاي؟ جاي الشباب كله. عمر عمر لا عمر ترى تعبان، حتى دخوليتي ما قدر يدخل معي فيها، كانت عندي دخوليه بعد اخذها تعبان مره. ما شلون عمل اليوم؟ جيت جاء الخير معنا. شلون عمل من الفرصه الجميله ابو عبد الرحمن انك موجود هنا. الله يحفظك ان شاء الله. وانه يكتب العمل هذا وتدجينه بحضورك انت بعد. وفي عموديتك. وهذا مما يشرفك. وفي عموديتك كراك. عموديتي بحضورك انت ولا شيء والله. والله البارح البارح اثرتوا فينا مره صراحه. والله كانت والله كان عجيب البارح. لا اله الا الله. والله صراحه كانت ليله عجيبه الصراحه. والله الهقوه من البرايم. واحسن حاجه فيها السجده اللي مدري بدا لنا الحركات عند الباب. صدق اني ولي بك علي باب ولا والله اللي سجد. من اللي سجد؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن سجد. انا قلتها على لسانه وبيسجد. والله العظيم اقولها صادق. دايم دعوه لنا الله يدخلكم الجنه. الله تدري ايش انا اقول؟ سجد. يقول يقول ابو عبد الله انت ايش سجدت؟ قال ايش؟ تدري ليه ابو عبد الرحمن؟ احساسه تراه وجه المشاعر متلخبطه. احسن. لكن حس باحساس جميل ولا قدر انه يرتب اموره فسجد. وافضل تعبير صراحه سواه. الحمد لله. أيوة الحمد لله. بس والله الصراحه تبغى الحقيقه والله انكم مقدمين جهد عظيم يعلم الله. اللهم لك قسما بالله. وكيف الاصدافه؟ والله العظيم شيء ما يوصف قسما بالله. في اراء سلبيه عادي لا تاثرون فيها ولا تضركم ولا صحيح والله. واحيانا ترى بعض الناس يحرص دائما على السلبيات، يبحث عن السلبيات ما يبحث عن الايجابيه، ودائما يحاول مثلا انه يسبب الحزازيات بين المتسابقين، يحاول ينشر الكلام هذا. انتم والله انكم طالعين بصوره مشرفه، يحصل الخلاف بينكم وينتهي في لحظات، وانا اشوف احيانا اقول سبحان الله كيف ما شاء الله تبارك الله في هذا السن وقدرتوا انكم تتداركون هذا الخطا. صحيح والله ما كان ما في شيء يعني ما كان في شيء. والمشكله تكبر يعني الجمهور يشوفها يعني ما نقدر نخبي على بعض. تكبر المشكله قدام الجمهور، لكن سبحان الله فجاه كذا اشوفكم الاثنين جالسين تسولفون واللي حصل بينهم. اللهم الله العظيم والصراحه انكم تحلون مشاكلكم بينكم بين والله يبيض وجيهكم والله. وتنافسكم شريف والله. شوف انا اتابع برامج الواقع ترى من قديم لكن مجموعتكم والله ما هو مجامله من افضل المجموعات اللي جات مواهبا. صحيح والله متنوعه المواهب وما شاء الله تبارك الله. صحيح كل واحد يقول لا انا. وبعدين سبحان الله يعني التنافس هذا ما ولد بينكم مشاكل، وهذه نعمه كبيره يا اولادي. والله شوف يا اولادي كل شيء ينتهي، كل شيء يروح، ما يبقى الا الاخوه اللي بينكم. اخذت جائزه 100,000 ولا 200,000 ترى تنتهي كل شيء ينتهي، لكن لما نزرع لي رجال في مدينه واعرف انه هذا صحيح والله. الله اكبر. صح والله هذا 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 المكسب الحقيقي. والله انك صادق. فلا تجعلون الاشياء التافهه البسيطه هذه تاثر عليكم. يحدث الخلاف والله سبحان الله الانسان المبادر بالاعتذار ترى يكبر في عيون المشاهدين كلهم. صدقت. والحمد لله يعني ما 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 صار بينكم والله ولا شيء، لانه الان اللي طاغي ترى في تويتر والكلام هذا انه بانهم متحزازيات انهم منقسمين قسمين والكلام هذا، والله يشهد الله اني انا اشوفه انه ما هو حاصل. يحصل الخلاف يا اخي، يحصل الخلاف بين الاخوان في البيت، صح ولا لا؟ صحيح. لكن لكن انتم ما شاء الله تبارك الله. كلامك يا ابو عبد الرحمن واللي حصل ما هم مشكله سوء فهم. سوء فهم. احسنت. غير هذا كله زدت على كلامك، انت قلت نقطه مهمه بعد، قلت انه الحمد لله ربي وفقنا في ذا النسخه، وكلامك فعلا عين الصواب. انا دائما اقولها والعوال بعد اكثر بعد دائما يقولونها، ان اللهم لك الحمد ربي وفقنا في النسخه وفي الاشخاص الموجودين. نعم. كان صحيح. كانهم جايين نقاوه. والله صحيح. كانهم منقين نقاوه. الشيء الثاني يا اخي احنا في ترى الناس ينسون برا، انا اتوقع ينسون ان احنا في مكان واحد. اي نعم. ينسون احنا تحت سقف واحد. ما انا قلت لهم ينسون ان احنا سرايرنا كل واحد يرقد مقابل 15 واحد ينام في غرفه. ينسون ان احنا لنا 60 يوم. يا اخي بتصير بيني وبين احمد الفراج اليوم مشكله. صح. مو طبيعي ان بكره تتطور يا اخي. والله انا مو بعدو لي يا احمد. والله يا راكان يحصل تنافس شريف. لكن يا راكان الشيء الجميل يا ولدي انه تنتهي فجاه كذا ما شاء الله تبارك الله، يعني تخرجون من البث وفي خلاف وترجعون للبث ما في شيء. طبيعي بيصير. وهذا صفه جميله. هذا التنافس الشريف وغير غير التنافس اختلاف وجهات النظر. الله توفيق من الله. لا هذا الاختلاف اللي بيننا. صحيح والله. دائما اذا صارت القلوب على بعضها. نعم. المشكله ما تاخذ وقت وتنتهي. والله ما تنتهي. لكن اذا صارت القلوب مهمه. وبعدين اقول لك على شيء يا احمد، يعني ان شاء الله اني اقولها شهاده حق، كل المجموعه هذه والله قلوبكم بيضاء. الحمد لله. والله فعلا يعني ما تحس، والله ما تحس واحد انه يكره احد ولا يحقد عليه. يحصل الخلاف
لكن ما شاء الله عليه صحيح والله تذكر الحمد لله صحيح بس هذا جنن ولدي هذا جنن ولدي يا ذا اللي مسبب لي نفسيه ذا اللي خلاه الشباب يقولون علي ترى ترى اقول لكم شيء اول مره صار فيه اول ما استلمت العموديه قال لي وليد هد العريش العريش هذا يا رجال سوى لنا مشكله كبيره والله ما قال انا بغيت اجي ترى بغيت اجي لا لا بغيت اجي بليله من الطائف جايين تدري متى هد العريش انا اقول لك ترى قد انهد من بعد ابو سلطان ما قال ايش يا اخوي قروشتنا بالعريش عبد الرحمن حرم معدي الجبريل انا يوم طلعت انا يوم عبد الرحمن نجلس العريش قال لا نجلس قدام العريش في العريش لا ايوه يا فهد انا يوم طلعت ظلم امي تكلمت وصيني على ابو لافي ايوه ايوه هذا عادل بن هيف صار هاي العلوم الطيبة هذي يقدم لك الضيافة الله يحفظك يوم انك تقول انتم ما شاء الله تبارك الله اسماء كل ابوكم قوية هذا هذا اللهم لك الحمد شيء لاحظناه فيما بيننا صدقني يا ابو عبد الرحمن وليهم الاخوان مثل كان محمد سعد محمد السالم هو القوي اللي بالحالة نصف مرة تنجح صحيح النصف تنجح بكل الاسماء وبالتكاتف هذا مسرح ومثل تعال عندي هنا ومثل ما قلت الله يحفظك بالنسبة للخلافات خلافات تحصل تحصل في البيت الواحد فما بالك في منافسه وكذا هو في واحد دائم يبغى يصلح بينكم ويخرب الله لكن لكن سبحان الله لكن سبحان الله هذا الشيء اللي انتم يلي قبلنا اسستوه احنا مشينا على ذركم فيه انه اذا صار شيء ينتهي في حينه بيض الله اللهم لك الحمد والله بيض الله هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه طول العمر بيض الله وجهك هذه جايه من اسر منتجه تمام نبيكم تجربونها الان والاخوان في الكنترول راح يطلعون ارقام التواصل مع الاسر المنتجه اللي مسويه الطاير هذه على الشاشه الله يجزاك خير والله يرجعكم وهذا نعم دعم الاسر المنتجه هذا راينا كله ما يهم راي ابو عبد الرحمن نبي رايه هو الله يحفظك والله يجزاك ما تعطيني شنت على ذوقك ابد كله ان شاء الله طيب اليوم يومك عبد الرحمن الله يجزاك قسمت في حرم الجمال جمال يعطيني شعور ابوه ما شاء الله يا اخي بغيتوا تحرقون عريشه كسرتوا سنه سويتوا فيه انتم ذليتوا بالكبكات ذليتوا بالكبكات لا في شيء ثاني بعد تحت الكواليس ايوه اكيد احاول فيه هذا اللي طالعنا على الشاشه احاول فيه ابدل اماكن انا مكان استراتيجي في السرير اقسم بالله العظيم يا ابو عبد الرحمن شوف ما حلفتني انا طلعت قبل ثلاث ايام ورحت اصور حلقه كذا استثنائيه كلمت امي واسولف معها قالت اعطيك الصدق قلت له قالت نص البرنامج ما اضحك معه ولا يعجبني الا يوم ابو لافي يقلد لهجته الله يحفظك الله يعزك الله يطول عمرك الله يحفظها لك الله يحفظك قلت له العلم ابو لافي ما صدق والله ما شاء الله عليكم والله انكم صراحه اسعدتونا كثير يعلم الله و يعني مهما اوصف لكم ومهما اتكلم لكم عن محبه الناس لكم ترى هذا يعني والله والله نعمه من الله والله نعمه من الله ولا زي ما قلت قبل شوي اتكلم في الرادار اقول تروني يا اولادي والله الناس تلقط منكم صحيح والله صفه سيئه نايف يلقطونها ويكون وزنها عليك صفه حسنه يلقطونها منك احيانا انت ما تلقي لها بال لكن الناس ينتبهون لها صحيح والله ترى يتابعونكم والله يعني متابعه دقيقه من يوم ما يبدا البث لما ينتهي البث هم معكم صحيح والله فتراكم انتم عبد الرحمن هذه ضيافه من زميلنا اللي غادرنا الاسبوع الماضي بس الضيافه الاجمل اللي وراك بس خليه يسلم على عبد الرحمن اول شيء هلا سلطان العنزي وبركاته مرحبا يا مرحبا هلا والله كيف امورك عبد الرحمن عساك طيب هلا والله هلا يومك كيف حالك عساك بخير طيب كيف صحتك كيف اخبارك عساك طيب هذه المفاجاه الحلوه الله يحفظك والله توي دريت انت الحلو والله كيف حالك عساك طيب كيف اخبارك استريح استريح انا بروح برجع كيفك يا مهند؟ والله بخير يا رب لك الحمد عساكم طيبين والله بخير ابشرك كيف امورك عساك والله اني احب ولدك حب عظيم الله يحفظك هذا هو تعال الله يحفظك تعال اجلس 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 قدم اللي عندك ابو لافي هذا من سلطان العنزي زميلنا اللي غادرنا جاي من الضيافه ونعم 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 سلطان ونعم والله بسلطان سلطان الله يجزاه والله والله دايم سلطان وافي ترى جابوا فريق دعمك ارسلوا معنا اشياء ما شاء الله انا ما تكلمت لاني الى الان اشهد الله اني ما ادري انا في حلم ولا في علم خضرة راحتك والله العظيم تاج 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 طيري طيري هذه من عزوه حريمين فريق دعم اي والله الله يجمل حاله ويبارك فيك تكلم انت والله انا الارض ما تشيلني اشهد الله الله يحييك ابو لاب والله العظيم ان 60 يوم والله الصراحه ما قد حصلت والله والله جملت يا ابو لافي والله يبيض وجهك الصراحه والله صحيح عيال عيال والله الكاميرا خل دقيقه بضبط هنا هنا الكاميرا هنا بس
انا اعذروني تراني في معذور 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 خارج التغطيه المشاعر المشاعر ابلغ من الكلام يا ابو الديره يا الديره يقول خلاص ضاقت علي مره المشاعر والله ابلغ من الكلام دي والله عطنا شعورك لك يا ابو لا بس في حاجه كان يبغى يقولها وبعدين ما قالها على البث وليد قاعد هنا ودي ان اقول والله من صالح ايوه في حاجه حصلت وما قلتها ما ادري ايش هي تقول مجلس جنبك مني انا ولا من هو انت تقول له اسكت ما تقولها ايه وش هي والله ما ادري انا كنت بعرفها مهند بس ما قالوها احنا ما ندس على بعض شيء الله يحفظك الله يحفظك بالله ايش رايك الله يسعدك الله يخليكم البعض والله العظيم اني والله تستاهل تستاهل من يتعنى لك ابو لافي والله اني مسؤول لكن يعلم الله والله ان نشوف حبه لعائلته يا اخي ما يزعل والله ما شاء الله تبارك انا ابي اسالك عبد الرحمن سؤال عيوني يا ابو جعلني في دعيلك عينك أنا ألاحظ حتى في تسجيلاتك الصوتية مداخلاتك حتى الآن تقول أبو لافي أنا بسألك من منظور أب إيش الفرق لما تنادي ولدك باسمه أو لما تنادي ولدك بكنيته التكني يا عادل وأنت يمكن ما شاء الله عليك مطلع التكني ترى حتى من أيام الصحابة كان موجود من أنه يكون الصغير يتكنى صح حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل أنه غير عرفت فالتكني من الصفات الطيبة ترى أنه الواحد يتكنى منه صغير فهو تكنى هو ترى ما أنا اللي جبته هو قال أنني قلت لا هو اللي ألفها وبعدين عندنا ما شاء الله الكباري الحجار الجبال كله مكتوب عليه أبو لافي أبو لافي أبو لافي يعني هو يكتب في القدران هو يكتب في القدران والله صحيح والله موجودة أدعد أيام الجاهلية يعني أشعر بأنك صديقة قبل تكون والدة الله يزاك والله العظيم إني صادق لله الحمد لله نقوله دائما نقول دائما إن علاقة أكيد إن علاقة أخوية ما هي علاقة أب بابنه الله لأنك دائما ما شاء الله تبارك الله الأب الوحيد هذا اللي بيوصل له والله أنا حريص متابعتكم كلكم والله والله العظيم كلكم ودخلت تابعت حساباتكم جميعها صحيح والله واعتبركم كلكم عبد الرحمن الله يرحمه اقول مرحبا انت رحيب المطلق مرحبا انت رحيب الحياه والله انا الارض ما تشيلني الله يسعدك ودي والله اعطوني خبر كانت لبست زبط يا شيخ ولا والله واللي جنب تدري كم جلست برا جلست برا ساعه وشوي جلست برا انتظر جاني ابو معتز وتعرف الدخوليه حقتكم اللي ما شاء الله تبارك الله حرب والله ما ودي انك تعنى اشهد الله والله ما ودي بك 20 يوم وتيسر لك العيال والله انه مجنون وانا اعرف ان توقيتي الان الوقت هذا انتم ما تبغون احد تبغون تنامون بس والله انا متضايق والله بالله تو صحصحون دحين الا عقب البث بعد والله تستاقول هذا الايام وتذكرونها والله انك صادق انا احرص عليكم في شيء والله لا تفقدون بعض والله اقسم بالله احرصوا على بعضكم والله يا اولادي احرصوا على بعضكم انا لما اروح المدينه واعرف ان مهند هناك واروح الباء ولا الخميس والرياض والله صحيح والله يا اولادي هذا اللي يبقى ترى هذه كلها امور دنيويه وتنتهي صح جائزه منافس تنافسوا ما حد يقول لكم لا تنافسوا واحرص على انك تاخذ الاول لكن ما اخسر خويي والله ما اخسر خويي تكفون تكفون احرصوا عليها والله العظيم ولد ترى طلعت بوديك برا دول برا لندن قالت لا ودني الطائف الله تحب الطائف يا مرحبا اعطيك مفاتيح اعطيكم مفاتيح البيت والله الله يا مرحبا والله يعتبروا لكم بيت في الطائف والله وانا والله شوفوني انا اقول لكم من الان واحضر عليكم لو اعرف انه واحد منكم جاء الطائف ولا اتصل جوالي جوالي ترى جوالاتكم عندي يوم خرجتوا في ال 24 ساعه ذيك جوالاتكم اكثرها عندي اخذت من ابو لافي صحيح والله واول ما يخرج واحد منكم من هنا ادق عليه مباشره كلمت الشهري وكلمت والله صحيح والله كنت بكلم مهند لكن بطلت رجعت فجاه كذا رجعت للبرنامج تدري المشكله وين وصلنا المرحلة مو بس حنا تعالفنا بعض والله العظيم حتى أهالينا صحيح صحيح حبوا والله صح حبوا بعض والله صح أنا توني أكلم سلطان العنيزي أقول فعلا صرنا عائلة واحدة والله والله صحيح البارح يعني صراحة تفاعلكم مع راكان الله يغفر لوالدته ويرحمها أقسم بالله حسسني أنه راكان له 20 أم اي والله صحيح والله العظيم أقسم بالله والله العظيم أقسم بآيات الله صحيح والله يثلج الصدر وانت صادق والله لكن قبل ما نتعدى في الكلام وقبل ما نروح الاول من الاوقات اقول يا مرحبا والله مسهلا الثاني تكفى والله انت تستوي كرامتك عندنا انا يا راكب الله يجزاك والله ما تقول كلمه الله يحفظك ما اسمعني 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 يا راكان طيب اسمعني انا طعت راكان طعت نقول اسمعوني اسمعوني قلبه الله يحفظك والله يا راكان انا اسمعني 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 يا حبيبي اسمعني طيب اسمعني والله العظيم شوف ابو معتز قبلكم وابو عبد الله وكله سباقين كلهم سباقين كلهم بقول لك على شيء
وانا والله انه يعني شوف هم على راسي وعلى عيني، لكن انا هدفي الجايه الاولى ترى لكم انتم. والله صحيح والله اني جاي لكم، وانا اسمعكم انتم قاعدين تتكلمون ابو عبد الرحمن ونبغى ابو عبد الرحمن يجي. والله تعنيت والله شال الكلمه هذه حركت فيها وجيت. اي والله فانا يا راكان اسمعني، هذه الامور كلها خلي بعد البرنامج وابشروا. والله أنا ابشروا لك مني. صدقني اقول لك على شيء من تربه الى القصيم شوفها كلها باذن الله تعالى، يجي كل واحد في حلته يعلم الله والله العظيم. فما يحتاج راكان، الله يحفظك يا ولدي، الله يحفظك، ما يحتاج والله. عيالي والله انك حق ابو عبد الرحمن، والله العظيم اقولها لك صادق، والله ما يحتاج. انا زي ما قلت لك اني لو امرك يا رب يرفع قدرك. مرحبا والله يا رب. خلاص انتم ترى اولادي، خلنا نطلع رسميه، خلنا نطلع رسميه، ما في رسميه. علمنا كل واحد وش تحب فيه وش ما تحب فيه. والله احبكم كذا، احبكم كلكم كذا والله. ابو عبد الرحمن بنلف الكاميرا ترى. ايوه اتكلم والله يا حبيبي، يعني ما وش اقول لك، ابدا من عايش شريلتي معكم اكثر مني ترى. صحيح والله والله صحيح والله العظيم انه ما في راس هذا اللي مريحني والله. والله لا والله عادي ترى والله ما في. انا اطمنك بس، يشهد الله يا بابا يا ابي يا الله يا ابوي، والله خربتوه صار يقول بابا. شوات تترك في الريالة دي بعدين فين لحيتك يا ولد؟ والله خربوني. قال يا ولد لؤية لا يا سيدي قطعني. أقول بس أطمق والله إنهم إخواني وإنهم أطيب مني وإنهم سبقيني. والله ما عندي شك، والله ما عندي شك، والله ما عندي شك أبو لافي. والله والله يا أنا تطمنوا والحاجات اللي تجي على الشاشة لا وش أخذ ترك الكلام والله. أعرف الكلام هذا والله، وهذا ترى ترى اللي مسلمني هذا. لا 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 عبد الرحمن الله يجزاك خير، ما خليتني يوم بنيت جزان دق علي وتضمني يسأل عن الوالد. ما هي بغير والله، أنا ما هي بغير. الله يحفظك أبو عبد الرحمن، نستأذنك نرحب فيك. الله يحفظك يا احمد، مره مبسوطين انك موجود معنا. الله يسعدك، اقسم بالله العظيم انك مقام الوالد. الله يحفظك، ودخولك علينا هنا شرف عظيم. الله يسعدك، واللي يزيد التدشين هذا الان عندنا تدشين لشيله لاخونا. انا حتى بسوي شيله ترى من كلمات بسوي شيله. مهند استرح، طيب استرح، من كلمات اخونا نايف عنزي الاكلبي ومن اداء محمد الزعيزعي ما شاء الله تبارك. واللي يشرفنا اكثر انك تكون متواجد في تدشيننا لهذه الشيله. والله شرف لي والله. الشيله بعنوان يا نايف محمد الشيله، بس الشيله بعنوان عشان بقول شيء، بقول على الاكلات حقت الناس. طيب كلمه عند ابو عبد الرحمن سم اسر هذه، وقالوا لي ايش رايك؟ إيه نعم. الله يبيض وجيههم، اكل والله اكل لذيذ والله. صحيح يا رجال، الله يكتب لهم الرزق وما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافيه ويجعل عافيه يا ربي يا كريم. طيب اخلعتني خلاص. طيب نجي بينك ولا اي تعال ها ولا نجي؟ طبعا الكلمات كان فاتح من كلمات الشاعر نايف الاكلبي ومن أداء حبيبي محمد الزعيزعي، وبإذن الله تنال استحسانكم. أنا أطلب من المخرج الآن يعطينا الشيلة عشان نسمعها. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا لا
مبادرة حلوة محمد السالم. طيب ابو عبد الرحمن وعبد الرحمن تفضلوا معنا عشان نقص الكيكة. بيض الله وجهكم يا نايف. الاكتب عبد محمد السعيد على العمل هذا يا نايف. عبد الرحمن بيض الله وجهكم. اتمنى تستريحون يا زملائي. حبيبي طبعا دقيقه بس ابو زهره طبعا المفاجآت ما انتهت بالنسبه لعبد الرحمن العصيمي. اخوانا موجودين معنا. انا خل تعال ارحب 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 يا مرحبا يا مشعود. استرح يا الله حيك. كيف حالك؟ يا مرحبا. والله سعيد والله في ناس كثير يسالوني يسلموني. يلا حيك يا مرحبا يا مرحبا. لك قبول والله. نايف قصة كبيرة. يلا حيك. انا مرحبا يا مرحبا يا الله حيك. السلام عليكم. السلام عليكم. انا في علم ولا في حلم يا رجيم؟ والله العظيم نهار عيد. ليلة عيد نهار عيد ما عاد ادري وين الزعزعي. تفضل. وين ابو حسن؟ ابو عنزي مسعود. تعال خلينا نخلص. ابو عنزي تعال معنا. بيض الله وجهكم. يا مرحبا يا ابو سعود. نايف بن مقبول ابن عمي. عمر بن ضيف الله اخوي الصغير. كيف اخبارك؟ طيب والله بطل يا مهدي. والله بطل بالله عليك. والله بطل والله بطل. الله يعبدك. الله سعيد. ايه ابو سعود ابو سعود ابو ضيف الله اخوي ولد عمي. يا مرحبا يا ابو سعود. الله حيه. هنيك زيارة ابوك وفوانك يا عيال. والله ماني مستوعب. والفن هو الأساسي
والكل